المسائية من الميادين. سلام الله عليكم وإلى عناوين ملفات هذه الليلة. اليوم هذا الحوار بنشاطه اليومي، بشعاراته، بمواقفه، باللي عم يصدر عنه، لم يعد حركة شعبية عفوية. السيد نصر الله يؤكد أن معظم الحراك لم يعد عفويا وله قيادة غير معلنة، ويدعو جمهور المقاومة إلى مغادرة الساحات. نحن منفتحين على ويؤكد أن لبنان دخل دائرة الاستهداف الدولي والإقليمي، وهناك مساع لجره إلى حرب أهلية. 24 قتيلا في تظاهرات العراق، والمرجعية تحذر من الفوضى وتحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية. المحكمة العليا للانتخابات تعلن فوز إيفو موراليس بالرئاسة في بوليفيا، ومنافسه يدعو أنصاره إلى التظاهر على وقع تصعيد الضغوط الأمريكية والأوروبية على لاباز. حاسما كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم. الحراك في لبنان لم يعد بمعظمه عفويا وله قيادة غير معلنة، بعضها مرتبط بسفارات. سيد نصر الله دعا من يعتبرون أنفسهم قادة الحراك إلى الكشف عن مصادر تمويلهم، وجدد رفضه الفراغ الذي سيقود إلى الانهيار، داعيا الحراك إلى التفاوض مع الرئيس ميشيل عون. كما كشف عن معطيات تؤكد أن لبنان دخل دائرة الاستهداف الإقليمي والدولي، وأن هناك مساعا لجر البلاد إلى الحرب الأهلية. انطلاقا من كل ذلك، دعا نصر الله جمهور المقاومة إلى مغادرة الساحات. وفيما تواصل الحراك في أكثر من مدينة لبنانية، كان العراق على موعد مع يوم دموي أسفر عن عشرات الضحايا في تظاهرات عمت بغداد ومناطق كثيرة. تظاهرات استبقتها المرجعية بتأكيد ضرورة الحفاظ على سلميتها والحذر من الفوضى التي تفسح المجال أمام التدخل الخارجي. تحذيرات من التدخل الخارجي في لبنان والعراق أطلت أيضا في أمريكا اللاتينية، مع التصدي التصعيد الأوروبي والأمريكي تجاه بوليفيا بعد فوز الرئيس إيفو موراليس بولاية جديدة، وتمسك منافسه بالتظاهر مدعوما من الخارج. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو في هذا الجزء من المسائية، منسق شبكة أمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية، الأستاذ أنيس النقاش. أسعد الله مساءك أستاذ أنيس. أهلا وسهلا بكم المشاهدين. ونعرض لما قاله الأمين العام اليوم في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان، حيث أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الحركة لم يعد حركة شعبية عفوية بنسبة كبيرة، بل حالة تقودها أحزاب معينة وتجمعات مختلفة غير معلنة. وأضاف في خطاب له أن هناك جهات تموله، متمنيا ممن يعتبر نفسه من قيادات الحراك أن يكشف للناس هوية القيادات ومصادر التمويل. اليوم هذا الحراك بنشاطه اليومي، بشعاراته، بمواقفه، باللي عم يصدر عنه، لم يعد حركة شعبية عفوية. والشباب اللي عم ينزلوا على الميادين وعلى المظاهرات بس يعرفوا أنا ما عم بطلب منه شيء. هلا جمهور المقاومة بخلي الخطاب بالآخر. اليوم الحراك صار في حالة تقودها أحزاب معينة معروفة، أنا ما بدي سمي اليوم، وقوى سياسية معروفة، وتجمعات مختلفة معروفة بأسمائها وبأشخاصها، وفي أيضا أشخاص، شخصيات، مؤسسات معينة. هي النقطة بدي هلا أفصل فيها بعد شوي. وفي إدارة وتنسيق، وكمان في تمويل. ما حدا يقول ما في تمويل، في جهات عم بتمول. مين هي الجهات اللي عم بتمول؟ أنا هلا ما بتهم حدا، أنا بتمنى اللي بيعتبروا أنفسهم قيادات بالحراك يطلعوا يشرحوا لنا، مثل ما هني عم يطالبوا بالشفافية. في مبالغ طائلة عم تنفق في بعض الساحات، في ساحات فقيرة، بس في ساحات في إنفاق وفي إغداق أموال وفي فرص ممتازة جدا. طيب طلعوا قولوا للناس بشكل واضح، في عنا المتبرع الفلاني
من الدولة الفلانية أو السفارة الفلانية أو الغني الفلاني أو الثري الفلاني أو المؤسسة الفلانية، لنشوف هودي اللي عم بيدفعوا أموال هودي سفارات دول بدهم مصلحة الشعب اللبناني ولا لا، متربصون سياسيون أو شيء تاني. سيد نصر الله، كشف عن وجود معلومات ومعطيات تؤكد أن الوضع اللبناني دخل في دائرة الاستهداف الدولي والإقليمي، وأكد الخوف ليس على المقاومة بل على لبنان. لكن بالأيام الأخيرة مجموعة المعلومات والمعطيات، وبرجع بقول مش تحليل، معلوماتنا ومعطياتنا اللي قاطعناها من أكثر من مكان، الآن الوضع في لبنان دخل في دائرة الاستهداف السياسي الدولي والإقليمي والذي يوظف جهات داخلية. ما عاد الموضوع حراك شعبي واحتجاجات شعبية وصحة وبيئة وفرص عمل وجوعانين وفساد وما شكل لا. بالحد الأدنى معلوماتنا ومعطياتنا والمؤشرات والقرائن. طيب إذا ما بدي أجزم به النتيجة، ألا يكفي هذا الاحتمال أنه هذا يحطنا في وضعية شك؟ طيب معلش، أنا أدعو اللبنانيين لأنه قاعدين قدام التلفزيونات المحلية، اطلعوا على وسائل الإعلام الخليجية، على وسائل الإعلام الأجنبية، شوفوا الإعلام الأجنبي والعربي والخليجي، شوفوا المقالات، شوفوا التلفزيونات، شوفوا مواقع الاتصال، مواقع التواصل، شوفوا الجيوش الإلكترونية، شوفوا اللغة، شوفوا التحريض، شوفوا بيطلع معاكم عفوي وناس جوعانين وناس بدهم ياكلوا. هالقد هذا كان بالأيام الأولى صح، مع احترامي للكل بالبلد. هلأ الوضع ما عاد هيك، هلأ ما عاد هيك الوضع. أنا بدي حذر، وهذا انشغل ببلدان أخرى، إن شاء الله ما يكون عم يتخطط للبنان هيك. أنا بالحد الأدنى بدي أقول يا ناس انتبهوا، في هيك احتمال. أنا رأيي أكثر من احتمال، هلأ ما نحن فيه وأكثر بكثير من احتمال. أعود وأرحب بضيفي الأستاذ أنيس النقاش مرة أخرى، ونبدأ هذا الملف اليوم في هذه المسائية الاستثنائية التي سوف تمتد على مدار ساعتين وفيها أكثر من ملف، أحدها لبنان، وسيكون معنا طبعا بكل أحوال دكتور سيف دعنة أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية من شيكاغو خلال هذه المسائية، وأيضا دكتور حسين علاوي من بغداد. أستاذ أنيس النقاش، بعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، كيف يمكننا أن نقول أو أن نوصف الموقف السياسي الأمني والشعبي أيضا في لبنان؟ أولا أنا أعتقد على أن هذا الخطاب يمكن إعطاؤه عنوان المقاومة تحمي لبنان على لسان أمينها العام، لأنه أثبت بالخطاب أولا على أنه مدرك لكل الأحداث بتفاصيلها، لديه كمية من المعلومات وحتما قدرة على التحليل كما شاهدنا، يعرف ما الذي يجري تماما، يعرف نقاط قوة هذا الحراك ويعرف نقاط ضعفه. قدر نقاط قوته بأن هذا الشعب أثبت على أنه يعرف ماذا يريد، على أن هذا الشعب قد تحرك من شمال لبنان إلى جنوبه، وعلى أن أهم شيء بقوته على أن مطالبه محقة، وأن هذه المطالب ليست معارضة من قبل الحكومة، لأنه ليس لديه حلفاء أقوياء بالحكومة وخاصة حزب الله سيدافعون عن هذه الحقوق والمطالب. فإذا هذا شيء يسجل لصالح الحراك. أما نقاط ضعفه فهو كلما قال أحد عن أي حراك على أنه عفوي، أنا أفهم العفوية أول ربع ساعة، ساعة، ساعتين، ولكن لا أحد يستطيع أن يقنع الناس أو أي عاقل أو أي إنسان علمي على الكرة الأرضية على أن حراك بهذا الحجم يمكن أن يستمر بدون تنظيم أو إطار أو قوة دفع. ما في حركة بدون محرك، مستحيل. وبالتالي هذه السيناريوهات، وأنا سمعتها في أكثر من دولة بالعالم، أول ما يطرحوا عليك على أنه ما أجمل هذا الحراك، متعدد، هو عفوي وليس وراه أحد، يعني يقدموا لك صورة جمالية، خاصة عندما يكون هناك حساسية من الأحزاب في المجتمعات، حساسية من السياسيين في المجتمعات، فيقدم الحراك على أنه باقة من الورود، أنه هدول عفوي.
كل هذه الحراكات في العالم التي سميت مخملية ووردية وإلى آخره وملونة في العالم، تبين على أنها كانت مش عفوية في بداياتها ثم أصبحت منظمة، بل أن التخطيط والإعداد لها والتعبئة والدراسات النفسية قد أعدت على مدة طويلة من الزمن. يعني سيدة كلينتون في مذكراتها بتقول أنا دربت 5000 شاب وشابة إيرانية من أجل ماذا؟ حراك من هذا الحراكات الذي دخل في معركة. قبل أن نتحدث عن التدخل وسنأتي بالتفصيل، كان خطاب الأمين العام يبدو مقسوما إلى قسمين. القسم الأول الذي تحدث به عن مطالب الناس، عن أحقية مطالب الناس، عن الفساد في لبنان، عن ضرورة الاستجابة لمطالب الناس، عن ما يمكن القيام به من أجل المطالب الشعبية والحراك الشعبي وإلى آخره. والقسم الثاني لو جاز لنا التعبير أن نسميه قسم المعلومات في الخطاب. في قسم المعلومات تحدث عن أكثر من نوع من التدخل. هو قسم المخاطر بالدقة. تماما، قسم المخاطر، وأكد على أنه هذه معلومات. يعني هو يقول قاطعنا هذه المعلومات، أتحدث معلومات وليس تحليل. قصة التمويل، الأمين العام يتحدث عن تمويل لكن لم يوصف أو يحدد أو يكشف من هي الجهة التي تقوم بالتمويل. قبل الإجابة على التمويل أخ كمال، في هذا الملف الداخلي بالمعلومات أن حزب الله عندما تصدى للفساد كانت نيته 100% وإرادته سليمة، وعندما دخل في معركة الفساد وجد على أن هناك ممانعة من دوائر سياسية في الحكومة ومن قوى في القضاء، لأن القضاء عنا للأسف ليس ذو إرادة مستقلة، لأنه في التعيينات وفي الارتباطات جزء منه مسيس، وشاهدنا كيف أنه بتنوضع بالجرور خلص ما في حكي. فانتقل إلى المرحلة الثانية عندما شعر على أن الأرض لم تعد تحمل، يعني الشعب متضايق، فبدأ اجتماعات مع حلفائه في ائتلاف الحكومي. التقى بالرئيس بالوزير السابق سليمان فرنجية، والتقى بوزير الخارجية جبران باسيل 7 ساعات. نعم. والتقى وفد من حزب الله بوفد من حزب التقدم الاشتراكي، وهم شركاء في الحكومة. صحيح. في هذه اللقاءات كان الحديث هو التالي، على أن البلد لم يعد يحتمل، علينا أن نتحرك بسرعة ونحترم خطابنا المشترك بمحاربة الفساد، وأنه كفى علينا أن نجد إجراءات عملية واقعية. وفي غير ذلك قالها في خطاب علني، قد نضطر أن نلجأ ونستعين بشعبنا للحراك في الشارع. ما بيخفي عليك أن الحوار في حزب الله عن مسألة التحرك في الشارع لها محاذير، فيها إيجابيات فيها سلبيات. وعندما يتحرك حزب الله حتى دفاعا عن الوطن يجب أن يحسب خطواته بدقة، أكيد فيها إيجابيات كبيرة عندما يدافع عن مصلحة الناس ويطرح كل هذه المطالب التي العالم تتحدث عنها، أكيد فيها إيجابيات عندما يؤكد أن لأنه عندما وصل إلى الطريق مسدود أنه استعان بالشارع دليل جديته، ولكن هو يعرف شيطنة العالم ويعرف كيف يستفيدون الناس بأنه لو نزل من أجل مطالب الرغيف والخبز والأموال المسروقة والاقتصاد اللبناني والفساد، قادرين في الإعلام العالمي على أن يصوروا ذلك على أنه هو يتحجج من أجل ماذا؟ بيدفع فواتير ومن أجل صراع إقليمي ومن أجل ملف نووي إيراني ولا كما شاهدنا في السابق. وكأن المقاومة في لبنان التي هي كانت قبل إيران وقبل ثورة إيران، قبل إيران وقبل ثورة إيران، هي موجودة فقط لخدمة إيران، وهذا أكبر كذب في العالم، لأنه لا بتاريخنا كنا ذلك. نحن كنا قبل الثورة الإيرانية مقاومين، وجاءت إسرائيل وعملنا مقاومة ما اخترعناها من تحت الأرض. فإذا كان هناك محاذير. الذي حصل على أن هذا الحراك الذي تسبب به، هلا مش مهم الوزير شقير هو اللي اخترع فكرة الواتساب أو وزير قواتي هو اللي اقترح عليه الواتساب، وهذه بتذكرني ببريمر لما حل الجيش العراقي ومجلس الأمن القومي أصلا ما كان بيحسوا بأمريكا، سألوه كيف عملت هالعملة ونحن ما ياخدين قرار، قال لهم إليوت أبرامز أغلني على الزاوية لما ظهرنا من الاجتماع وقال لي إذا بدك تعمل شيء لنا وللأصدقاء يعني إسرائيل روح حل الجيش العراقي.
أخطر قرار اتخذ في المنطقة وفي الإقليم حل هو حل الجيش العراقي بعد حتى لا نتشعب بالحوار حتى لا نتشعب. نزول الشعب في هذا الحراك سهل المهمة على حزب الله وعلى كل القوى التي كانت في الحكومة تريد. أستاذ أنيس، عندما نتحدث عن تدخل ونتحدث أن لبنان دخل دائرة الاستهداف السياسي الدولي والإقليمي ونتحدث عن تمويل، المسألة تحتاج إلى قليل من التفصيل. ربما الأمين العام لحزب الله لديه اعتبارات في هذا الشأن، أو حتى الخطاب لا يحتمل تفاصيل، لكن في الشارع في أنواع من التدخلات يتم الحديث عنها. يعني في تدخل أحزاب، تحدث عن القوات والكتائب بشكل أساسي نزلوا إلى الشارع. هنا نسأل إن كانت هذه الأحزاب من ضمن دائرة الاستهداف السياسي والدولي والإقليمي الذي يتحدث عنه الأمين العام لحزب الله. هذا بالتأكيد سليم، ولكن الفرق هي فعلا من ضمن أو قرار حزبي، يعني في حسابات داخلية حزبية لبنانية وفي لا 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 لا, لا. القرار ليس داخلي لبناني وليس ممحك لبناني، حتى قرار القوات الاستقالة أبدا أبدا. قرار القوات بالاستقالة قرار خارجي. وعندما أشار سيد في حديثي على أنه شو بدكم بحديث الخارجية الأمريكية والسفيرة لما بتيجي بتقول لا نحن مع بقاء الحكومة، بدكم تشوفوا المخابرات شو عم تعمل شو عم تقول. يعني معروف اللعبة أنه ممكن السفيرة تقول على الحكومة أن تبقى لحتى تضل مضرب عصا، وتقول للطرف الآخر عليكم أن تدفعوا وتستقيلوا من أجل إحراج الحكومة. نعم. لأن السيناريو لا يكتمل إلا بهذا الموضوع. يعني أنت بدك تهاجم حدا من أجل أن يكون الهجوم قوي جدا على كلهم، يعني كلهم، ولا كيف نستهدف الحريري؟ وهو على فكرة الحريري اللي ما بيعرف لازم يعرف، ليس له ظهر اليوم في العالم إلا الرئيس ماكرون فرنسا، وليس له في الإقليم إلا المقاومة. إلا المقاومة، ليس دفاعا عن يعني المنهج. السعودية رفعت ليس رفعت أيوة من زمان. السعودية حبسته والسعودية فلسته والسعودية بدأ تنتهي منه خارج إطار الأحزاب، وليس دفاعا عن منهجي على فكرة. لما بقول المقاومة ليس دفاعا عن منهجي، دفاعا عن التوازن اللبناني الذي معروفة هي مكوناته. وإلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا على أن نجد من يمثل شريحة من اللبنانيين عوض عن سعد الحريري، عنده يمكن أن يكون، ولكن حتى الآن هو الأنسب من أجل أن تستمر هذه الوحدة الوطنية ضمن هذه القوة. التدخل الخارجي أو التمويل الذي أشار إليه الأمين العام لحزب الله، أو حتى التنظيم، لأنه أشار إلى وجود قيادة حراك غير معلنة، هذا يعني وجود تنظيم داخل الحراك أو داخل التظاهرات من خارج هذه الأحزاب، من أين يأتي؟ إذا عندك معلومات أو تحليل. يعني هو المعلومات على أن السفارة الأمريكية لديها تمويلها الخاص الذي ليس فقط بمناسبة التظاهرات على فكرة. يعني هم ما بيخبوا، ما المشكلة نحن أنه لما بتحكي بهذا الموضوع بقول لك يعني منين جبت هالمعلومة وشو قصة المؤامرة. علني علني عندهم على الويب سايت الخارجية الأمريكية، منظمات الدعم الحكومي الأمريكية للإن جي أوز في العالم تقول نحن ندعم وندفع ملايين الدولارات لهذه المجموعات، وبعضها يضعوا أسماءهم، وبعضهم هو يقول في لبنان أنا أتمول من السفارة الأمريكية. هلأ هذا عندما يكون بأيام الرواء نحن نقول بالعامية العالم لا تشعر بأن هذا يشكل خطر. وعندما تأتي أمر العمليات تتجمع كل هذه المجموعات وهذه المؤسسات، من مثال مؤسسة دعم حريات للصحافة الحرة تأتي وتمول صحفيين وتعطيهم نسخة عن المقال، إنه إذا بتكتب من روح هذا المقال هو بالإنجليزي مكتوب منسوخ بأمريكا، اكتب بالعربي بأي صحيفة تشتغل فيها أو بأي تلفزيون هذا من وحي هذا المقال، ولا أنت مدعوم لأنك عم تدعم الديمقراطية وتدعم الحرية لك هذا المبلغ. فيأتي الصحفي الذي يأخذ إكس مبلغ يجد أنه آخر الشهر عنده إكس ضرب اثنين أو ثلاثة من هذه المدخيل. ثم منظمات مجتمع مدني، هذا للدفاع عن النسوان، هذا للدفاع عن البسينات، هذا للدفاع عن مدري إيش، يأتي ويقول نحن نتحرك وهذا الآن هذا فرصتك الآن لكذا. ميزانيته أصلا هي مؤمنة طوال السنة الآن، لأنه بالحراك تتضاعف.
السفارة السعودية تمول، السفارة السعودية تمويلها كان بالزمان يتم عن الرئيس رفيق الحريري. يعني المخابرات السعودية شالت إيدها من لبنان واعتمدت الرئيس الحريري أنه هذا البلد إلك. أنت بتموله سياسيا، بتموله اقتصاديا، بتموله إعلاميا، بتشتري التلفزيون، بتبيع التلفزيون، الصحافة، المعلومات، اللي بدك لك حرية التصرف. أما بعد ذلك عادت السفارة لكي تتحرك بأجهزتها، بمخابراتها، بعلاقاتها العامة، وكله له ميزانيات. هذا في لبنان شيء للأسف للأسف تاريخي وعادي، ولكنه في حال الوضع الأحمر اللي احنا فيه الخطير تتصاعد التوجيهات والميزانيات، وهذا لما لا يريد أن يفهم كله مرصود، كله مرصود. يعني اليوم لما السيد بقول أنا أعرفهم بالأسماء وأعرف أدوارهم، أسماءهم وأدوارهم وأماكنهم، يعني أنت تشير إلى تمويلين. الآن نتحدث عن تمويلين، تمويل الولايات المتحدة الأمريكية المستمر لمنظمات الـNGOs وبعض الأحزاب أو يعني بعض الشخصيات، وفي تمويل سعودي. تحدث عن تمويل سعودي والعملي بالمعلوماتك السعودي يدفع 10 أضعاف ما يدفعه الأمريكي. هاتين الجهتين فقط من يمول اليوم في لبنان، هم الاساسيين، هم الاساسيين. يعني الاستخبارات العالميه الثانيه ما حدث ولا حرج. يعني من الالماني موجود، للانجليزي موجود، للفرنسي موجود، كل العالم موجود. قطري ما في؟ قطري موجود ولديه مجموعاته، ولكن نسبه التعامل في لبنان الان هذول اللي اشرت لهم. طيب الاهداف اللي والاشاره كثير ذكيه من السيد بدون ذكر اسماء، وقال نحن نعرفهم على كافه مستوياتهم، الوزراء السابقين معروفين، الـNGOs معروفين، الشخصيات معروفة، رجال الأعمال الفاسدين يلي بيعتقدوا أنه إفشال الحراك جزء من مهمتهم. ما تفتكر هني أنه يعني عم بيدعموا الحراك من أجل أن يصل إلى محاكمة الفاسدين وكشف الحسابات وما يطالب فيه الناس؟ لا، هو يرفع سقف المطالب إلى مستوى خيالي بحيث أنه لا يستطيع أن يتحدث أحد مع أحد في لبنان، وتذهب الأمور إلى الفوضى، وهذا السيناريو ممكن نتحدث عنه البديل اليوم عن الخيار العقلاني من أجل أن لا يصلوا إلى المحاسبة. لأنه إذا مشينا بطريقة عقلانية وهادئة ونفذنا ما سيجري اليوم في المجلس خلال أسبوعين، يعني بكرة بعد بكرة في ستبدأ أبدا رفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب، مين بده يقف بالمجلس يقول انا ضد؟ دغري بده يصوت. اذا كان ثمه اطراف كما اشار الامين العام وحضرتك تحدثت عم تتحدث بهذا الامر، في تمويل للحراك او لجزء منه، وفي محاوله لدفعه للبقاء ايضا وبنفس الزخم في الشارع، في نهايه المطاف من اجل تحقيق اهداف، صح؟ في نهاية المطاف أنت تعمل هكذا لتحقيق هدف. ما هو الهدف النهائي الذي يرتبط بهذه التمويلات أو هذه التحركات أو محاولة التنظيم للحراك؟ سلاح حزب الله؟ هذا ليس هو الهدف، بمعنى أنهم سيطالبون مثل ما حاطين أنه بدنا نحارب الفساد، بدنا نسترجع الأموال. هذه المطالب لن تجد مطلب يقول أريد سلاح حزب الله، ما هكذا تقدم. للأسف يا ريت كان بيصير هيك، بيصير في ديبا، بيصير بعدين في حوار، انه تعال حتى نعمل طاولة حوار، انتم مين عم تطلبوا؟ انتم جزء ناس شعب، في نواب، في شعب ثاني، بنرجع بنعمل بحث في الاستراتيجية الدفاعية. الأمور تدفع إلى اللا أمن واللا استقرار، بحيث يكون الأمن الكلي في لبنان هو في خطر وفي حال الاشتباك، وبالتالي نورط المقاومة فيما نحن نريده، وهذا ما فعلوه في سوريا، ما يفعلونه في العراق. يعني هو ليش بيبعث لك دواعش ومواعش وبفجر لك الدنيا كلياتها؟ من اجل انه دولتك كلها تفلس، زعزعة الاستقرار، زعزعة الاستقرار، من اجل اجهزتك الامنيه، من ان لا يصبح عندك امن قومي تقول لدي اعداء خارجيين، بل انت مشغول بالداخل. تدمير سوريا تم بهذا الهدف، تدمير العراق تم بهذا، والكل بيرقص، والكل بيرقص، من المثقف اليساري في اخر الحدود اليساريه الى اليمين المتعفن الذي هو مرتبط بمشروعه. وليش عم بعني اثنين؟ لانه في ناس عندهم جاذبيه للشعار الاحمر، وفي مثل بقول تسكيبوج نباروج، يعني مش كل شيء بيتحرك احمر. نغرق بشبر مي لانه شعبه يا لطيف وشو حلوين، يلا رفعوا المطالب. وانا شفت بيانات من ثلاث اربع صفحات، ما حدا بعد بيكتب اربع خمس صفحات بهذه الايام،
وحكومة يعني أفلاطونية نريدها مثالية وتغيير النظام وأين؟ واللي عم بيعتمد لك انه الجيش يمسك ويحل له من هدول السياسيين. يعني استمعنا لكثير من كل هذه مسائل تطرح من اجل ضعضعه التفكير لكي لا يعرفوا العالم وين رايحين ولا شو الهدف. اسمح لنا استاذ انيس ان نتابع فقط ما قاله الامين العام السيد حسن نصر الله الذي دعا الحراك الى التفاوض مع الرئيس ميشيل عون وحذر من الفراغ والفوضى والتوتر ما قد يؤدي الى الفلتان الامني، مشددا على عدم قبول حزب الله باسقاط العهد او استقاله الحكومه او حتى الانتخابات المبكره. الفراغ والفوضى والتوتر وأنه كل واحد بده يكسب طريقة رزقه لأنه بيفلت البلد، إذا فلت البلد ولا في بداية فلتان هحكي عنها معناتها ممكن البلد يروح على فوضى عارمة على خلل أمني والعياذ بالله يكون حدا عم بيحضر كمان لحرب أهلية مثل ما عملوا في عدد من دول المنطقة ودول الجوار. لذلك أنا بدي أكون حريص وواضح، أي حل نحن منفتحين على أي نقاش والنقاش مع فخامة الرئيس، لكن ليس على قاعدة الذهاب إلى فراغ أي شكل من أشكال الفراغ. الفراغ سيكون قاتلا. يوم السبت أنا عندما أعلنت موقفنا وقلت أنه بهذاك اليوم أنتم عم تطالبوا بإسقاط الحكومة، بإسقاط العهد، بانتخابات نيابية مبكرة عن إسقاط المجلس النيابي، وطلعوا ناس يقولوا الرؤساء لازم يفلوا والوزراء والنواب والكل لازم يستقيلوا، يعني شو؟ يعني الذهاب إلى الفراغ. قلنا نحن ما بنقبل، ما بنقبل، لا بنقبل بإسقاط العهد ولا نؤيد دقيق، لا نقبل بإسقاط العهد ولا نؤيد إسقاط استقالة الحكومة، ولا نقبل الآن في هذا المعطيات والظروف بانتخابات نيابية مبكرة لأنه هذا موضوع معقد. أستاذ أنيس النقاش، رأيك أيضا بالمخارج والحلول التي طرحها الأمين العام لحزب الله لهذه الأزمة، منها أنه يجب أن تشكل الساحات ممثلين لها للتفاوض مع رئيس الجمهورية. يعني السيد اليوم تحدث عن سيناريوهين أو احتمالين. الأول هو السيناريو المنطقي الذي تفضلت فيه، يبدأ بتشكيل قيادة أو قيادات، يعني إذا ما نكون قادرين على أن انتخاب قيادة واحدة فليكن هيئة هيئتين ثلاثة، ولكن يجي أحد يطرح بعض النقاط. ليس لأن الدولة والحكومة لا تعرف ما هي المطالب وما هو المطلوب، هي تعرف، ولكن تريد أن تأخذ من الحركة المتظاهرة والموجودة في الساحات هذه النقاط وتسأل أن إذا نفذت هذه في وقت وبرنامج زمني هل هذا يرضيكم؟ لأنه أنت بدك توصل إلى اتفاق. نعم. مش أنك تقول أنا فهمت، ومثل ما هو هلأ عم بيصير من بكرة حيصير في دفع باتجاه رفع السرية المصرفية عن كل من هو وزراء ونواب وفي الحكومة وفي الشأن العام. وبدنا نشوف مين بالمجلس خلال الأسبوع القادم حيصوت أو لا. نواب التيار الوطن الحر من الغد هم مطالبين ومعتصمين وبدهم بالمجلس ينفذوا هذا الشيء واعلنوا، فخلينا نشوف الاخرين اللي حيلحقوا ولا لا. فاذا السيناريو الاول هو ان نمشي بهذه المطالب. انا بقول في ثلاثه ما حدا، يعني اليوم في تحليلات اقتصاديه كبيره، في خبراء على راسي وعيني كلهم وفي منهم اصدقاء لنا بيطلعوا بيحطوا بالاقتصاد. صحيح. استاذ كمال في شغله كثير كثير يجب ان يعرفها اللبنانيون وهي لا يستطيع اثنين ان يناقشوا فيها اذا صح او غلط، وهي أن التحويلات من الخارج أصبحت في الخط الأحمر. وعندما أقول التحويلات من الخارج يعني كل العملة الصعبة التي يستفيد منها اللبناني من أجل استيراد كل ما يريده من دواء وغذاء وطحين وبنزين وملابس وعطر وإلى آخره، كل ما يستورده من الخارج هو تحت الخط الأحمر. لماذا؟ لأن الأموال التي كانت تأتي من أجل تأمين الشراء أصبحت أقل من النصف، أقل من النصف. وهذا ليس بسبب صراع فسادي في لبنان، هذا اللبناني ما له علاقة فيه. نعم. أنا اليوم كنت عم تابع العمالة الهندية الباكستانية الفلبينية البنغلاديشية في الخليج. في ولايات اليوم بالهند، ولايات كاملة صار فيها ركود اقتصادي بسبب قلة التحويلات من العمال الهنود بالإمارات والسعودية إلى بلادهم. عم نحكي بشي كان بـ85 مليار دولار. نعم.
واليوم عما ينزل. هذا شيء مش بإيدنا، وبالتالي علينا أن نهدأ ونعرف على أنه عنا أيام تحدي كبير، والسبب فيه أنه في اثنين مجانين محمد بن زايد ومحمد بن سلطان قاموا بحروب بالمنطقة، فلسوا بلدانهم، أدخلوها تحت الخط الجمود الاقتصادي، توقفت المشاريع عندهم هني وقطر على فكرة. قطر عم تعمل أعظم مشاريع اليوم بالعالم للمونديال الكرة كرة القدم، ولكن روح اسأل المقاولين ثلاث ارباعهم ما عم يقبضوا، في منهم شركات لبنانية. هذا كلياته عمل شح، فهذا له علاقة بالاقتصاد اللبناني مباشر، فنحن عندنا خطر في هذا المجال. نعم. إضافة على أنه سوء إدارة الأموال بنهم البنوك اللي ما عم تقبل إلا تربح أرباح عالية، وبفكروا بعض الاقتصاديين أنه إذا بتزيح أرباح بتزيد أرباح البنوك بتقوي الاقتصاد. هذا شرطه الأساسي أنه لما بتزيد أرباح البنوك هذه الأموال والأرباح والإيداعات بتروح للزراعة والصناعة، ما بتروح لحتى نشتري سيارة مرسيدس ونشتري بارفان ونشتري عفاريت من 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 خارج. طيب أستاذ أنيس، تسمح لي أتوقف هنا وأذهب إلى فاصل، بعدها مباشرة نكمل أيضا في عناوين أخرى للمواقف السياسية للأمين العام وأيضا الموقف في لبنان بشكل عام، بعد الفاصل مباشرة. جددا حياكم الله. خطاب الأمين العام لحزب الله حفل بمعطيات حرص السيد نصر الله على التأكيد على أنها معلومات وليست تحليلات. السيد أكد بأنه يملك معلومات وشكوكا حول مساع لجر لبنان إلى حرب أهلية، كما أكد وجود معطيات على أن لبنان دخل في دائرة الاستهداف الدولي والإقليمي. وبخصوص الحراك، كشف السيد أن من يتولون قيادته ينقسمون إلى عدة فئات، بينها فئة وطنية هناك نقاش حول نسبة تأثيرها، أما الفئة الثانية فهي فئة سياسية معروفة، وثالثة عبارة عن كيانات جديدة. يتحدث عن الفئة الثالثة التي هي عبارة عن كيانات جديدة تشكلت أثناء الحراك، ووقف أخيرا مع عبارة من تجمعات وشخصيات ترتبط بالسفارات، وأضاف أن هناك شخصيات تمول الحراك هي من الأشد فسادا، كاشفا أنه يملك أسماء هذه الفئات. أما بخصوص ما يجري في الساحات، فأكد السيد امتلاكه معطيات عن تعاميمة من بعض القوى تطلب الشتم في التظاهرات. إذن هذا هي المعلومات التي قدمها الأمين العام على أنها معلومات وليست تحليل. أرحب طبعا بضيفي، ينضم إلينا الآن من شيكاغو دكتور سيف دعنا، أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة ويسكنسون، وأسأل مباشرة حول هذه المعلومات، كيف تقيمها دكتور سيف؟ مساء الخير أولا. مساء النور. يعني أعتقد أن السيد ليس في الخطاب في هذا الخطاب، ولكن في الخطاب الأول ايضا اظهر حسا في فهم الجغرافيا السياسيه فائق الدقه. السبب الاساسي بمعزل عن الكارثه التي تسمى النظام السياسي اللبناني وتركيبته الطائفيه المقيته، وطبعا المطالب المحقه للجمهور كبير من الحراك، ولكن لا يجب فهم أن لبنان يعيش في فراغ إقليمي أو في فراغ دولي، وبالتالي يجب فهم الحدث بغض النظر طبعا مرة أخرى عن حقية المطالب، يجب فهم الحدث في سياق إقليمي وفي سياق دولي وفي سياق الصراع الشديد القائم الآن على الإقليم والقائم منذ فترة طويلة، وأيضا في ظل التحولات السريعة لموازين القوى وفشل، وأيضا والأهم فشل بعض المشاريع لاستهداف قوى إقليمية محددة في المعسكر المضاد للمعسكر الأمريكي، وأنا أتحدث تحديدا هنا مع الانتصار في سوريا. هذه خسارة كبيرة للمعسكر الأمريكي والصهيوني والسعودي. عدم القدرة على توجيه عدوان أو على عدوان على إيران أيضا هذه ضربة أخرى. وبالتالي في هذا السياق يمكن البحث، يتم البحث عن
الرد على ما حدث في سوريا والرد على ما حدث في العراق. نعم. لكن أنا أود هنا الحديث عن قضية مهمة جدا هنا ربما لا يعرفها الناس. طبعا وبالتالي التدخل المباشر هذه مسألة مهمة وموجودة، ولكن هناك نوعين من التدخل. هناك التدخل المباشر الذي نعرف عنه منذ سنوات ويمكن فضحه بالأسماء ويمكن فضحه بالأرقام وبالمعلومات. لدينا تم تأسيس بنية تحتية من المنظمات غير الحكومية صرف عليها بالمليارات، سأعطي رقم واحد فقط، في فلسطين في الضفة الغربية فقط. يعني الحالة التي حالة خراب العقول التي حدثت في بعض المناطق الفلسطينية كانت بسبب أنه تم إنفاق أكثر من 7 مليارات دولار بعد أوسلو، منذ أوسلو وحتى عام 2015 فقط على المنظمات غير الحكومية المدعومة من الغرب. هدفها الأساسي نشر أفكار محددة، السيطرة على الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي. هذا النوع من التدخل موجود، وبالتأكيد أمريكا ستستغل كل شيء والغرب سيستغل كل حدث لمصلحته ويحاول حرفه عن مساره الحقيقي. نعم. ولكن هناك الجانب الأهم في التدخل وهو ما تم التأسيس له منذ فترة طويلة، وهو الهيمنة الأيديولوجية الدولية، بمعنى أن هناك هيمنة أيديولوجية دولية منها يتم استقاء واستنساخ كل الحلول والبدائل التي تم طرحها في كل الحراكات التي سميت بالربيع العربي. لو راجعنا كل كتابات المثقفين العرب من برهان غليون إلى غيره مثلا، على وكل من يسمون أنفسهم مفكرين وغيره، كل ما يقدمونه من حلول هو عمليا إعادة استنساخ وإعادة إنتاج للنظام النيوليبرالي الاقتصادي الذي قاد إلى هذا الخراب وقاد إلى هذه الأزمات والذي يقود إلى هذه التوترات. الأهم في كل ذلك أن إذا أردنا أن نعرف أن الصناعة الرئيسية للنيوليبرالية، وأنا لا أحب أن أتحدث بالنظرية هنا، ولكن الصناعة الرئيسية للنيوليبرالية ليست في الحقيقة تجارة النفط كما يعتبر البعض أو حتى التجارة بحد ذاتها. التجارة الرئيسية للنيوليبرالية والصناعة الرئيسية للنظام النيوليبرالي العالمي هو الخراب والدمار، لأن الأرباح التي يتم تحقيقها عبر سياسة القتل وعبر الهدر. طيب دكتور سيف، هنا في إشكالية للخطاب. يعني عندما يخرج الشعب كما يقول اليوم كثيرون، عندما يخرج الشعب مطالبا بحقه، مطالبا بمعاقبة الفاسدين من تسلطوا عليه، يطالب بلقمة العيش، مباشرة يواجه بأن هذه مؤامرة، هذه سفارات، هذا تمويل خارجي، هذا إلى آخره. يعني مباشرة تتحول التهم. ماذا تقول في هذا اليوم؟ هذا اليوم طرح سابقا في أكثر من تحرك شعبي ويطرح اليوم في لبنان مباشرة، يقول لك أنا طالع من أجل لقمة العيش، لا تتهمني بأني جزء من مؤامرة. صحيح. يعني أن تكون المطالب محقة والمطالب في لبنان محقة، وأنا قلت هذا نظام طائفي مقيت يجب العمل على إعادة تركيبه، ولكن هذا الشيء وكيف نفهم الحدث في سياق أوسع قضية أخرى. الجانب الآخر، إذا يعني يجب أن نتعلم مما حصل في الوطن العربي حين يتم الحديث عن سوريا مثلا. نحن نتحدث عن مئات المليارات التي صرفت في سوريا، وبالتالي هل يمكن الحديث أنه لم يوجد تدخل خارجي في سوريا؟ الجانب الآخر أن الولايات المتحدة كقوة مهيمنة في العالم تعتبر أن أي منطقة في العالم هي مناطق نفوذ أمريكية، وبالتالي تتأثر في الأمن القومي الأمريكي. الجانب الأهم كما قلت أن التدخل والتمويل موجود أصلا منذ البداية. يعني ما حدث في الوطن العربي، وليس فقط في الوطن العربي، حتى في أوروبا الشرقية، كان نتاج لتأسيس بنية تحتية من المنظمات غير الحكومية. وأنا لا أقول أنهم يسيطرون على الحراك هنا. يعني لو كانت القضية في لبنان مثلا أن الأستاذ شرب النحاس و حنا غريب هم الذين سيحددون الخروج من هذه المأساة ومن هذه الأزمة، وبالتالي طرح البديل، فيجب على الجميع أن يثق بهم. بالتأكيد هم شخصيات محترمة ولديهم العقول والقدرات والإمكانيات، ولكن حين نتحدث عن موازين قوى، الموازين قوى الأساسية ليست موازين قوى ميدانية فقط. ما حدث في الربيع، ما سمي بالربيع العربي، أن رواية الربيع العربي تم السيطرة عليها منذ البداية، وبالتالي تم حرفها. وهذا يعني أن أحد القوى الأساسية في التأثير في حرف أي حراك عن المسار
هي القوة الإعلامية. وللحقيقة الغرب هو الأقوى إعلاميا. يعني أنت تشير هنا دكتور سيف إلى أنه تخريب الحراك البريء، تخريب التظاهرات والمطالب يتم عبر التدخل فيها وليس عبر الإشارة إلى هذا التدخل. يعني كان يقال في سوريا أنه الحديث عن تدخل هو عبارة عن دعاية هؤلاء ثوار إلى آخره، إلى أن ظهر المسؤولون الذين قالوا دفعنا 100 مليار و 150 مليار. شو رأيك أستاذ أنيس؟ يعني أنا سأذكر قضية لو سمحت لي. قضية بسيطة. تفضل. يعني يعني بدأت الانتفاضات العربية في تونس مثلا بمطالب اقتصادية اجتماعية، وبعد أقل من شهر كان الحديث يتم عن الانتخابات وعن قضايا، عن ما يسمى بالتحول الديمقراطي. هذه كانت أحد أدوات الثورة المضادة الأساسية، أنهم حرفوا الحراكات عن هدفها الأساسي. وبالتالي نرى اليوم أن هناك حتى النموذج الناجح في تونس مثلا، وأنا تماما يعني أحترم جدا الرئيس التونسي الجديد، ولكن في النهاية ليست القضية قضية شخص هنا، القضية هي قضية منظومة. ماذا تغير في تونس بمثلا ما يقوم به التونسيون الآن؟ مع الاحترام الشديد مرة أخرى للرئيس، هم يقومون باختيار، وهذه فكرة التحول الديمقراطي، يقومون باختيار من سينفذ تعليمات الخارج ببساطة. والنموذج الاقتصادي والبنية الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالمصالح الدولية لم تتغير. نعم. وبالتالي اسمح لي بس يعني دكتور سيف أخذ رأي الأستاذ أنيس بس بسرعة أستاذ، لأنه عندي كمان أستاذ أنيس لأنه عندي كمان بعض التوضيحات في المعلومات التي طرحها الأمين العام، إذا كان عندك شيء ثاني. لكن تعليق على موضوع الرواية، يعني أنا من أسبوع كنا بمجموعة كبيرة من الأخوان الفاعلين بالإقليم، عرب وفلسطينية ولبنانية والآخرية، وكلهم فاعلين في منهم ندموا على مسألة الربيع العربي. فقلت أي حراك في العالم، ليس فقط في لبنان والعالم العربي، في العالم، إذا لم يكن من ضمن شعاراته الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، فهو حتما سيصل إلى محطة من المحطات يستوعب من هذا النظام الليبرالي الذي يتحدث عنه. لأن مصيبتنا من لبنان ليس من كم شخص مثل ما بقوله مرت فلان وجوز علان وفلان اللي أخذ وعمل فساد. الأمريكي ألف كتاب الهيد إيكونوميك مان أدل، اللي كتب كيف بيخرب الاقتصادات. واحد من السياسة عم يعترف، نحن وثائقنا ومعلوماتنا سابقة عنه. ولا بيجي بيقول لك نحن بنروح بنخرب الاقتصاد، نحن بنحرق البلاد، نحن بنفوت العالم بعضه، ونحن بنقرر مين بده يحكم. إذا ما كان من البداية عندك عداء مع هذه المنظومة الليبرالية، مهما رفعت راية إسلامية ولا راية يسارية ولا راية اشتراكية، فأنت لا تستطيع أن تخرج من هذه المنظومة. طيب، يجب قطع حبل الوريد مع حبل السرة مع هذه المنظومة. في أعود للمعلومات التي عرضناها قبل قليل والتي تحدث عنها الأمين العام لحزب الله، يقول بأنه قيادته أي قيادة الحراك تنقسم إلى عدة فئات، بينها فئة وطنية هناك نقاش حول نسبة تأثيرها، هذه معروفة التي لها مطالب، لها هذه اللي قال عنها المنصة الفقيرة. نعم. في فئة سياسية معروفة ولها مشروعها وارتباطاتها، مين مقصود هون؟ هذا الحزب قواتي القوات. فئة ثالثة عبارة عن كيانات جديدة تشكلت قبل الانتخابات الماضية، في ناس تحت عناوين مجتمع مدني وانتخابات ووجوه جديدة. يعني هون حزب سبعة يتحدث، ودفعوا أموال كبيرة على فكرة. يعني هذا الحراك اللي كان يمثل حاله على أنه بريء بالمراقبة دفعت أموال كبيرة لمعركته الانتخابية، ولكن ما نجح. ولكن هذا جزء من هذا أمريكي. الأمريكي. أمريكي. وهذا كان عم بهيئ حاله، لو نجح بالانتخابات كان اليوم له علاقة بالنواب وفي مواقع في السلطة. طيب، في أخطر من هيك أستاذ كمال. نحن بتجربتنا الأمنية، البعض لا يكون مشكل بمنظمة غير حكومية وليس في حزب وليس في إطار، قد يكون فرد في السياسة اللبنانية، يصل إلى موقع يصبح عنده صحيفة أو يصبح عنده موقع أو تلفزيون أو يصبح عنده أي شيء. هذه الفئة الأخيرة التي قال هي عبارة عن تجمعات وشخصيات ترتبط بالسفارات. لا، الأخطر اللي أنا عم بحكي مش بس بالسفارات، أجهزة استخبارات إسرائيلية حتى كشفنا
إسرائيلية كانوا قاب قوسين أو أدنى أن يصبحوا وزراء في الحكومة، إسرائيلية أن يكونوا نواب، إسرائيلية أن يكونوا عندهم جريدة يومية، وهذا كلياته كان بتمويل المخابرات الموساد، وهذا مش بالتحليل، بالكشف، انكشفت شبكاتهم. وبالتالي كل هذا الموضوع موجود في البلد. من هم عبارة عن تجمعات وشخصيات ترتبط بالسفارات؟ يعني مين إذا بدنا نتحدث عن أمثلة؟ هلا أنت يمكن تستغرب اللي أشر عليهم إنه قالوا في ناس هربوا ما هربوا. تعرف إنه الرئيس فؤاد السنيورة واحد من الفاعلين جدا اليوم في الحراك من أجل رفع مستوى السقف إلى الأعلى والوصول إلى الفوضى، لأنه في عنا ثلاث شغلات يا أخ كمال إذا انعملت خلال الشهر القادم بتجيب آخرة عشرات الفاسدين. كشف السرية المصرفية، هذه السرية المصرفية اللي كانت شيء عظيم جدا، وأنا كنت إذا كنت بحب ريمون إدي لأنه هو من الذين عملوا هذا القانون لأنه جلب لنا استثمارات كبيرة من العالم. شوف هالمثل العملي، إذا جاءك وفد اليوم من وزارة الخزانة المالية السورية وقال لك أنا أريد أن أعرف من هم السوريون الذين أثروا في سوريا ولكن وضعوا أموالهم عندي، أنا بدي أخذ منهم ضرائب. تعرف شو بقول له اللبناني المسؤول؟ عفوا عندي سرية مصرفية. لو جاء العراقي وقال لدي معلومات أن مئات الملايين من العراقيين الذين نهبوا العراق موجودة في لبنان، بقول له عفوا عندي سرية مصرفية وهذا لصالح الاقتصاد اللبناني. ولكن هذا الحقير نفسه الذي يقول عندي سرية مصرفية، لو جاءه موظف درجة ثالثة أمريكي وقال بناء لأوامر الخزينة الأمريكية وزارة الخزانة أنت بتحط هالسوفتوير عندك بالبنك المركزي وبالبنوك اللبنانية بيعمل سكان على كل الحسابات اللبنانية. تعرف الجوجل لما تطلب أنيس نقاش شو بيطلع ولا كمال شو بيطلع ولا فلان، السوفتوير وأنا أعرفه بالتفصيل هذه النماذج اللي عم بيبيعوها بالعالم يبحث عن كل الحسابات في البنوك اللبنانية. إذا أنت عندك حساب ببنكين خمسة ستة أربعة بيطلعوا قديش فيهم بالحساب بيطلعوا، إذا بده يبحث أكثر من شو شركتك وليش جبتهم بيعرف، إذا في شيء ناقص بيطلب من البنك تحقيق. والموظف السخيف الحقير الأمريكي قاعد بالبنك المركزي ما عندك سرية مصرفية في لبنان على الأمريكان. وهذا صار على الفرنساوي اليوم اللي عندهم ازدواجية، هذا يندرج، هذا بيثبت لك على أنه نحن بلد يعيش في كذبة السرية المصرفية. على مين؟ على الشعب اللبناني، على القاضي عيد اللي ما قادرة تفوت على ملفات الفاسدين لأنهم إما عندهم حصانة وزراء ونواب حصانتهم تحميهم، وأما لأنه في سرية مصرفية لا تستطيع أن تدخل إلى حساباتهم. ما بدك تسأل من أين لك هذا؟ كيف تسأل من أين لك هذا إذا ما بتعرف وين في عنده حسابات وما حجم الحساب؟ أنت أشرت إلى هذا القرار خلال أسبوعين ممكن بالمجلس يصوتوا عليه، وإذا صار في فوضى بالبلد ساعتها عوض بسلامتك. أشرت إلى شخصيات تريد أن تذهب بالبلاد إلى الفوضى حتى لا يتم محاسبتها، لا يصل الموس إلى رغبتها لأنه سيكشف. هؤلاء من قال عنهم الأمين العام هناك شخصيات تمول الحراك هي من الأشد فسادا، أشد فسادا، مقاولين وسياسيين سابقين وهم من الذين سرقوا البلد. لأنه عندما سيصل سؤال من أين لك هذا وعنا قضاة أكفاء مثل السيدة غادة عيد من أجل أن عون عفوا من أجل أن تسأل ما الذي حصل وما الذي حصلته ومن أين حصلته، شو بده يصير؟ بده ينفضح، بده يروح على المحكمة، وبالتالي الفوضى هي الحل. الفوضى هي الحل لكي لا يكون هناك محاسبة. طيب وهم يدفعون بهذه إذا كان الحزب يملك كل هذه المعلومات وبالأسماء كما قال الأمين العام لحزب الله، ماذا سيفعل بها؟ يعني وين ستصرف هذه المعلومات؟ أولاً هو راصد هذه الحالة أولاً كما قال الأمين العام، لكن هذه المعلومات ساعدت المقاومة كثيراً على وضع استراتيجية المواجهة. لأنه أنت إذا كنت مفكر ومصدق أنه والله جماعة أبرياء وهم أبرياء، العالم كله اللي بالشارع ما معه خبر باللي عم نحكيه، لأنه ما بتعرف بيجيها صوتيات، بيجيها رقصات، بيجيها خطباء، بيجيها فنانين، بيجيها أكل، بيجيها منقول، ما عم تسأل مين اللي عم بيبعث ومتاخذ وحتى مين بيحدد له الشعار، وهناك ناس مبسوسين هن اللي بيحددوا الشعار وهن اللي بيحددوا الاتجاه. أما هؤلاء المعروفين هن اللي بيحددوا لك أنه هذا الحراك ما زال. ليش قال بالأول أول خطاب أنا كنت واقف على براءته؟ ولكن عندما رصدت الحركة خلال أسبوع العالم منين عم تجي وين قاعدين شو عم يمولوا شو عم يعملوا بالأسماء وبالأرقام إلى آخره، أصبحت قادرة على أن تضع استراتيجية المواجهة. وهنا أقول
ثلاث شغلات إذا ما صار في فوضى بالبلد نحن نصل إلى نتيجة رائعة جدا، وهي أن نكسب شيلة الحماية للنواب وللوزراء الحصانة، أن نشيل السرية المصرفية. أنا لا أقول فقط عن الوزراء والنواب، عن كل لبنان، لأنه ما بقبل أمريكي حقير في البنك المركزي وخارج البنك المركزي. تعرف أنه نحن أنظمتنا البنكية مرتبطة بالخارج يا أستاذ كمال، هني وقاعدين بأوروبا وأمريكا قادرين يعرفوا لك كل شيء بسبب هذه المنظومة السوفتور اللي حاطينها. طيب خلينا نعرض ما قاله الأمين العام لحزب الله، ومهتم أسمع رأي أيضا دكتور سيف دعنا بما كنا نتحدث عنه. لكن قبل ذلك الأمين العام تحدث أن هذه المعطيات مهد لها السيد بالتساؤل عن سبب تسخيف إنجازات الحراك الذي حقق خطوات إيجابية منها الورقة الإصلاحية. تحت ضغط الحراك الشعبي طلعت ورقة الإصلاحات اللي حكي عنها رئيس الحكومة قبل أيام. هذه الورقة أيضا مهمة جدا وغير مسبوقة، غير مسبوقة، وفيها مطالب على درجة عالية من الأهمية. صح، هي دون الطموحات، دون الآمال، دون التوقعات، ولكنها خطوة أولى متقدمة جدا. للأسف الشديد من يقف أو من يعتبر نفسه أنه هو معني بقيادة الحراك، وبعض وسائل الإعلام وحتى بعض اللي بيقدموا حالهم محللين موضوعيين وأنا أحترمهم، سخفوا هذه الورقة بشكل غريب. هذا ليش بده يتم تسخيفه؟ طيب ما هذا إنجاز للحراك، أنتوا عم تسخفوا في بعض اللي معتبرين حالهم ناطقين باسم الحراك الشعبي أو بيقودوا الحراك الشعبي، هن عم بيسخفوا إنجازات الحراك الشعبي، وهي بالمناسبة بتاخدني على الشبهة. سيد نصر الله أكد أن بعض الطرقات المقطوعة تحولت إلى حواجز تطلب أخوة من المواطنين. وفي شيء أخطر من هيك، اللي عم بيصير اليوم على بعض الطرقات أنه عم بيصير في حواجز، بس طبعا لهلأ ما حاملين سلاح، لكن شباب ومستعدين يضربوا ويعيطوا ويهينوا ويسبوا. الإزلال اللي عم بيصير على الطرقات، واحد بده يمر بسيارته بينهان بينسب بينزل، وهذا موجود على التلفزيونات، ما بده معلومات خاصة، ما عم نفتري على حدا. الأخطر من هيك طلبات الهوية، هذا بشو بذكر اللبنانيين؟ إذا الشباب الجيل الجديد ما بيتذكروا ويسألوا آبائهم وأمهاتهم هذا شو بيعني؟ بلش نطلب هوية الناس على الحواجز على الطرقات. الإزلال في بعض الطرقات تحولت إلى حواجز خوات، يعني مريض بده يوصل على المستشفى بيفتح لك الطريق، هات $50 هات $100,000، مسافر بده يوصل على المطار هات $100 بركبه بسيارتي أو وراي على الموتوسيكل وباخده على المطار. هذا شو؟ هذا عصيان مدني؟ هذه حركة احتجاج؟ نصر الله دعا حلفائه إلى التفكير مليا في هذه المعطيات، خصوصا إذا رفض المتظاهرون الحوار مع رئيس الجمهورية. طبعا أصدقائنا وحلفائنا اللي نحن وياهم بالخط السياسي بنلتقي بالقضايا استراتيجية بتمنى يسمعوني اليوم منيح، وأنا بدعيهم يرجعوا يفكروا. أنا بحترم خياراتهم، بتفهم منطلقاتهم دوافعهم، هني خارج الشبهة قطعا. كل واحد ممكن يكون عنده رؤية أو حسابات معينة، بس المحل اللي وصلنا له، النقطة اللي وصلنا لها، الأداء اللي عم نشوفه هلأ، خصوصا إذا تم رفض الدخول في تفاوض وفي حوار مع رئيس الجمهورية، معناتها وراء الأكمة ما وراءها، معناتها في استهداف سياسي كبير بالبلد، في استهداف سياسي كبير لكل شيء اسمه عناصر القوة بالبلد. أنا بدعيكم تدرسوا تقيموا وخذوا القرار اللي بتلاقوه مناسب. دكتور سيف دعنا، وراء الأكمة ما وراءها، هذه المعطيات التي يطرحها الأمين العام لحزب الله قطع طريق تسخيف الورقة الإصلاحية، رفض الحوار، يحذر من أنها قد تكون مقصودة وقد يكون لها أهداف من بينها، أو يمكن أن تصل إلى إشعال حرب أهلية جديدة في لبنان.
يعني في الحقيقة هناك خطر حقيقي يواجه الحراك الحقيقي، يعني هناك حراك حقيقي وهناك حراك يستهدف حرف هذا الحراك ومحاولة نقله ونقل الأجندة لمكان آخر. ولهذا أنا تحدثت عن موضوع موازين القوى، بمعنى ليست موازين القوى عدد الناس الذين تحشدهم في الشارع فقط، ولكن الأموال التي بحوزتك والتي يمكن أن تستخدمها، الإعلام الذي وسائل الإعلام التي في الخلفية وفي خلف البرامج المطروحة. إذن هناك زخم كبير في الشارع. الإشكالية أن هذا الزخم هناك محاولة لتحريف أو لحرف هذا الزخم باتجاه آخر. وللأسف هناك أسطورتين يعني سائدتين الآن في كل العالم العربي وتحديدا في لبنان، يعني أنا أتابعهم في الإعلام. الأسطورة الأولى أن هناك حرص على استقرار لبنان وأن أمريكا معنية والغرب معني باستقرار لبنان، ونسمع هذا عن كل يوم. صحيح. الحقيقة هذا غير صحيح. مرة أخرى إذا أردنا أن ننظر إلى البنية الاقتصادية للمنظومة الدولية، أكثر الصناعات المربحة الآن هي صناعات القتل والهدر والخراب البيئي، بالتالي هذه أكثر ربحا من صناعة البترول. هم يملكون البترول على كل الأحوال لأنه يباع بالدولار. بالتالي فكرة الحرص على الاستقرار أو أن أمريكا معنية باستقرار لبنان أو غير لبنان، يعني أمريكا في النهاية تدخلت في مصر وهي في الحقيقة من ناحية الوزن والمكانة أهم بكثير من لبنان. الأسطورة الثانية أن موضوع اللاجئين، يعني وحتى نرى أن بعض مثلا أردوغان يهددهم بأنه سيدفع إليهم بموجة لاجئين. نعم. القضية في الحقيقة أنهم يحتاجون اللاجئين، ومن يقرأ تقرير الاستخبارات الأمريكية عام 2013 عوالم بديلة تحدث عن أن التركيبة السكانية أو التركيبة العمرية للسكان هي أحد الأخطار التي تواجه الغرب الوجودية، لأن متوسط العمر مرتفع جدا، وبالتالي الهجرة والهجرة غير الشرعية تحديدا توفر لهم هذا الجيل. ولكن بسبب وأيضا أن الهجرة غير الشرعية تبرر العنصرية، وبالتالي تبرر الحد من ارتفاع الأجور. أنا لا أريد أن أتحدث بالاقتصاد ولا بالقضايا النظرية هنا، ولكن من يعتقد أن أمريكا معنية بالاستقرار لمجرد الاستقرار، إذا كان هناك هدف يستحق التضحية بالاستقرار عند الولايات المتحدة، وعند الولايات المتحدة وتراجع مكانتها الإقليمية وقوتها الإقليمية عندنا، عندها لديها أهداف تستحق التضحية بالاستقرار سواء في لبنان أو في سوريا أو في مكان آخر. يجب أن نكون حذرين. طيب. الجانب الآخر أننا لدى أمامنا يعني حملة إعلامية هائلة منذ أحداث السودان والجزائر، وهي قضايا يعني يمكن الحديث فيها لاحقا، ولكن بدأ الحديث عن موجة جديدة من الموجة الثانية من الربيع العربي. القضية الأساسية هناك علينا على المثقفين العرب أولا أن يدرسوا التجربة التي حصلت خلال التسع سنوات الماضية. سأناقشك بهذا دكتور سيف، سأناقشك بهذا موضوع الموجة الثانية والتطور التاريخي الذي يحصل أو دخول البلدان العربية في طور متطور من أنظمة الحكم أو من نمط التفكير وغيره، لكن في سؤال، وإذا كان الأستاذ أنيس يحب أن يعقب أيضا، لكن في نقطة مهمة أستاذ أنيس يتعلق بخطاب حزب الله لحلفائه في هذه اللحظة. إذا لفتك كيف خاطب الأمين العام حلفائه بأن يعني يدققوا النظر أو يعيدوا الحسابات، مع الإشارة إلى أنهم فوق الشبهات. على هذا السؤال، لأنه في نقطتين بتدخلنا عليه. نعم. نحن إذا استطعنا فعلا أن نرفع السرية المصرفية ونشيل الحصانة عن النواب والوزراء والأخير من أجل المحاسبة، نستطيع بعدها أن نطالب بإعادة الأموال المنهوبة، لأنه ما فيك تطالب بإعادة الأموال المنهوبة وأنت بالعماء، ما عندك معلومة، ما بتعرف بدك شو حسابه ولا وين راح ولا وين إجا، وما فيك تروح على سويسرا تقول له أعطوني معلومات عندكم شو موجود، وما بدي سرية مصرفية سويسرية بالوقت اللي أنت عامل سرية مصرفية وأنت حامي الحرامية عندك ببلادك. فبدك تشيلها عندك، تكشف على الحسابات وتشوف مين حول لبرا، لتروح تركض وراه بالبلد اللي هو حول. هيدي أشياء قابلة للتنفيذ، وسويسرا اليوم رضخت السرية المصرفية أمام الولايات المتحدة والدول التي تأتي بدلائل أنه هذه أموال منهوبة. نعم. لحتى تتراجع. فهذا ضروري. وليش عم بحكي هذا الحكي؟
للأخوان اليسار والوطنية والعالم يلي كتير متحمسة إنه ما منقبل بشيء إلا سقوط الدولة، وهذا معناته إنه لا حتقدر تشيل السرير المصرفية ولا حتقدر تعمل قوانين بالمجلس. لكن أستاذ أنيس، أليست القوى الوطنية، خلينا نقول الشعب اللبناني أمام ونخبه أمام فرصة تاريخية لتغيير هذا النظام المهترئ، هذا النظام القائم على المحاصصة الطائفية التي تحتاج لتنتخب رئيس جمهورية سنتين ولمجلس نواب 10 سنين. هذا ما بينحكى معي أنا. لا أقول لك ليش. لا أنا بسألك، ما حكي تجاهك يعني. لأنه أنا معهم، أنا معهم، بس أنا بعرف، بس هذه مو فرصة، إنه هذا النظام الطائفي الأساسي مش لأنه درويش وفقير قادر يسيطر على البلد، لأنه متمول وفاسد وعنده فلوس قادر يسيطر على البلد. يعني لما بينزل على الانتخابات وبيعملها همروجة مذهبية وطائفية بفت فلوس، والفلوس للأسف إما جاي من برا من سفارات ومن تمويل، وإما سارقة من البلد. وبالتالي أول شيء بدك تضربه على جيبته، بدك تقول له أنه أنت لأنك سرقت البلد ما بقى لك دور، ما بدك تكشفه بهذا الموضوع. ثانيا لتعمل مدرسة للمستقبل أنه هذا البلد ما أنه مستباح بالمالية. وصدقني لما بقعد هذا البلد مستباح بالمالية، مين هو هذا اللي مهتم كتير أنه يعمل زعيم طائفي فقير مفلس؟ مين؟ شو الفايدة منه؟ يعني أنا ما درسهم تاريخيا. الاقتصاد السياسي في لبنان بقول لك أنه البيك بيعمل بيك لأنه بده يتربح على ظهر الشعب، مش لأنه بحب جماعته. ما في منها هيدا، بده يركب بالوزارة لأنه بيعرف يسرق من الوزارة. وبالتالي أول شيء إذا قدرنا نحن بهالشهرين، وهذا أثر له تاريخ، أنه لازم هذه القوانين تمر، وهيدا كله من انتصار الشعب اللبناني اللي نزل بثلاث أيام الأول وهو بريء، واستطعنا بالضغط وبالتهديد، هذا كي الوعي اللي تحدث عنه السيد، ما عاد في سياسي يقول أنا ما بدي مرق قصة السرية المصرفية عنه، لأنه الشعب سيحاسب. فإذا علينا أن نتمسك يا يسار يا وطنجي يا عالم يا نازلين، الهدف الأساسي اليوم هو أن ننزل إلى المجلس لإقرار القوانين. نعم أستاذ أنيس، وإلا ما بعود في قوانين. انتهى. ما فينا نخلص من الحفل الأولى، بدنا نمرق على السيناريو الثاني اللي هو الأخطر. طب تسمح لي نذهب إلى فاصل. بعد الفاصل مباشرة مشاهدين، عناوين أخرى أيضا تتعلق بالعراق وبوليفيا التي تشهد أيضا اضطرابات وتظاهرات. في هذا القسم طبعا الثاني سوف يكون معنا دكتور حسين علاوي رئيس مركز أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية. بعد الفاصل إن شاء الله. تحية من جديد مشاهدينا في القسم الثاني من مسائية الليلة الاستثنائية التي خصصناها لمدة ساعتين للحديث عن عناوين تتعلق بلبنان، العراق وأيضا بوليفيا، حتى نختم لبنان أستاذ أنيس النقاش السيناريوهات المحتملة للأزمة الحالية. قلت السيناريو الأول إذا استطعنا أن نذهب، وسنذهب إن شاء الله إلى المجلس، نقر القوانين ونفتح السرية ونبدأ المحاسبة ويبدأ القضاء يعمل شغله على نمط ما شاهدناه بنموذج أو نموذجين في اليومين الماضيين، رؤوس كبيرة أصبحت يعني مطالبة بالقضاء. السيناريو الآخر إذا أصروا على التصعيد وعلى ما سماه السيد حسن بأنه دخل في دائرة الاستهداف، الاستهداف يعني في مؤامرة على البلد، عليهم أن يعلموا، وأنا أريد أن أذكرهم لأنه الذكرى أعلى ذكرى تنفع المؤمنين، وهذول ما بعرف إذا مؤمنين أو لا، البشر عندما دخلت إسرائيل إلى لبنان اعتقدت على أنه إذا بتشال منظمة التحرير من بيروت ومن لبنان تنتهي قضيتها وبتتصالح مع بقية العرب. فوجئت بمقاومة لم تكن تحسب لها حساب. هذه المقاومة ما جاءت من المريخ، هذه كانت مدربة معدة لشباب لبناني حرد ورتب وهيئ لكي يقاتل إسرائيل. فجاءت إسرائيل بإيدها وإجريها، والحمد لله اللي صار، حتى التحرير بال2000 ما كان حدا مصدق بصير تحرير. بال2006 دخلوا المعركة وهم مطمئنون في كل مراكزهم وكل أبحاثهم بعملائهم في الداخل وبأسيادهم في الخارج على أنها أيام وتنتهي المقاومة وحتى البعض يذهب إلى السجون، ففوجوا على أن المقاومة انتصرت. استبدلوا هذا الحرب الخارجية بحروب الداخل، وفرضوا علينا التحدي في سوريا،
كل مراكز دراساتهم من كبيرهم لصغيرهم داخلية وخاصة المستشارين الأزلاء اللي من لبنان، ما كان حدا يعتقد على أن المقاومة وإيران وروسيا ستأتي إلى سوريا وتقلب المعادلة الدولية كلها. وقلنا شعارنا الشهير سنخرج الحي من الميت، فرضتم علينا معركة سنجعلها 7 أيار إقليمي و7 أيار تذكر في لبنان. نعم. اعتقدوا يومها وقف أحد صعاليق السياسة في لبنان يحمل خريطة ويقول هذه خريطة الاتصالات يجب أن نوقفها فورا غدا. ضرب في بيته وحشر كالصرصور وجاءت المقاومة ووضعت الأمور في نصابها. اليوم هم يعتقدون على أنهم ممولون وأن هذه آخر خرطوة وأنه لازم يعملوا العالم مهزومين في كل الإقليم. قد يكون يريد أن يرموا جثة سنخرج الحي منها من هذا الميت. نعم. ولكن هذه المرة أيضا سيفاجأوا بما لم يروا يروه ولم يسمعوه من قبل، وهو من قدرة المقاومة على حماية لبنان في كل أبعاده الاقتصادية والسياسية وحشر العملاء وسجنهم في الوقت المناسب. طيب سنتوقف عند هذه الخاتمة للعنوان اللبناني. ومشاهدينا، إلى العراق، 30 قتيلا خلفتهم مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين في بغداد ومدن عراقية عديدة، فيما أحرق المتظاهرون مكاتب حزبية في عدد من المحافظات. هذا تقرير من بغداد لمحمد الفهد. تظاهرات شعبية عمت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، رفعت المطالب والشعارات المنادية بالتغيير والإصلاح وتقديم الخدمات. المشاركون يقولون إنهم نظموها وفق تعليمات تنسيقياتهم على أن تبقى سلمية غير قابلة للانحراف. في المقابل شددت قوى الأمن من إجراءاتها لحماية المتظاهرين والممتلكات العامة. تعيينات، يدافعون عن المظلوم، سكن عن المظلوم، الفقراء، ورفع العلم. كرامتي، كرامتي أهم شيء. باقين يعني لحد ما إنه ينتخذ قرار يليق بالشعب يليق بالناس. من نطلع، من نطلع باقين. خجلوا، استحوا. حاول المتظاهرون عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، فتم منعهم من قبل مكافحة الشغب عبر إطلاق الغازات المسيلة للدموع. وتحول المشهد إلى صدامات بين المتظاهرين والقوات التي تقف على الجسر. احنا ناس سلميين وناس حضاريين وناس نحب البلد، نحافظ على بلدنا وإن شاء الله نبني. لا تسمحون لأي مندس يدخل بيناتكم. هذا الشعب تعبان، أنا رجل كبير تعبان، بس شنو؟ هذول كله بلدي، انا ضحي بنفسي وحياتي للعراق. شنو ذنبنا احنا شباب عراقي يريد يعيش حاله حال بقيه الدول؟ شنو ذنبنا احنا عراقي كل شيء ماكو بايده، كل شيء ما يقدر يتصرف، لا يقدر يتزوج، لا يقدر يتعين. الجهات المعنية العراقية على المستويات الحكومية والشعبية والدينية والسياسية سارعت باتخاذ مواقف متعددة لجهة الالتزام بالقانون ومنعا للاعتداء على المتظاهرين والممتلكات العامة لمنع تكرار الأحداث السابقة. مطالب متعددة رفعها المتظاهرون العراقيون في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، تمحورت حول الإصلاحات الحكومية ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات الضرورية. محمد الفهد، بغداد، الميادين. ودعا ممثل المرجع السيد السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتظاهرين العراقيين والقوات الأمنية إلى الالتزام بسلمية التظاهرات وعدم السماح بانجرارها إلى العنف والفوضى. ندعو أحبتنا المتظاهرين وعزتنا في القوات الأمنية إلى الالتزام التام بسلمية التظاهرات وعدم السماح بانجرارها إلى استخدام العنف وأعمال الشغب والتخريب. إننا نناشد المشاركين في هذه التظاهرات أن يمتنعوا من المساس بالعناصر الأمنية والاعتداء عليهم بأي شكل من الأشكال، كما نناشدهم رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة وعدم التعرض للمنشآت الحكومية أو لممتلكات المواطنين أو أي جهة أخرى.
ومعنا من العاصمة العراقية بغداد رئيس مركز أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية الدكتور حسين علاوي. دكتور حسين، ماذا بعد تظاهرات اليوم في العراق؟ مساء الخير عليكم، مساء الخير على ضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. حقيقة بغداد عاشت يوما كبيرا حافل بأحداث واسعة جدا، بداية بفجر يعني حقيقة اليوم الذي بدأ منذ يعني 12 وعدة دقائق صباحا، وحضر المتظاهرين، وعلى مدى هذه الساعات كان هنالك حضور إلى متظاهرين بنسب كبيرة في ساحة التحرير، إلى أن وصلنا إلى محاولات عديدة للدخول والعبور إلى المنطقة الخضراء التي لحد الآن حقيقة القوات الأمنية هي تسيطر عليها، وكذلك بالمقابل ما حصل في المحافظات حقيقة، وهو حقيقة القيام بهجمات على مقرات الأحزاب وهجوم من قبل المتظاهرين المتذمرين. وهذا نعلم أنه هذا الموضوع مرفوض من الناحية القانونية والإدارية، لكن من الناحية الوجدانية والناحية العاطفية حقيقة لدى المتظاهر الذي متذمر جدا من أداء الأحزاب السياسية، سهل جدا كان أن يذهب إلى هذه الأفعال. لماذا لم تهدئ الشارع الإجراءات التي يعلن عنها رئيس الوزراء العراقي وتعلن عنها الحكومة بشكل مستمر؟ لماذا فشلت هذه الإجراءات في احتواء الشارع وإرضائه؟ أكيد هي لن تفشل، لكن بالمقابل تحتاج إلى أطر دستورية وقانونية وتشريعية ومالية، وهذه الأطر هي موجودة في البرلمان وموجودة لدى القوى السياسية التي تمتلك أعضاء ممثلين لها في البرلمان. كان من المفروض أن يكون هنالك حقيقة اليوم اجتماع للرئاسات الثلاثة عاجل يجمع كل هذه المطالب، تجتمع مع قادة الكتل وكذلك تجتمع مع البرلمان، إلا أنه للأسف يعني كما يشير الواتساب اليوم إلى أنه أو ما تنقلته حتى وسائل السوشيال ميديا أن هنالك العديد من النواب من أغلب الكتل ومكونات القوى السياسية العراقية قد غادروا العراق، وهذه مشكلة كبيرة. يعني إن لم يكن هذا النائب لديه علاقة مع المواطن الذي يتظاهر هنا في بغداد أو في مدن الجنوب والوسط حقيقة والفرات الأوسط، كيف أنه يمثل هؤلاء؟ وهذا بالتالي مشكلة كبيرة الآن جعلت السيد رئيس الوزراء في الأمس يقولها بصورة دقيقة جدا، أنني مستعد لكل الخيارات لكن علينا أن نتشبث بالنظام. وكذلك المرجعية العليا اليوم أكدت على حالة النظام وأكدت على الطرق الدستورية، وحتى السيد رئيس الوزراء في الأمس قال أنني مستعد لمواجهة الخيارات الدستورية، نعم، لأنها استحقاق شعبي واستحقاق اجتماعي، وبالتالي إن كان الشعب يريد شيئا فالطريق الدستوري مفتوح حقيقة، لكن بالمقابل هنا العقدة الأساسية التي لا تعترف بها القوى السياسية والتي غامضة لحد الآن من أنها ذهبت حقيقة لتنظر من خلال منابرها الحزبية والسياسية، وهو شيء طبيعي طبعا أن تمارس العمل السياسي في أروقتها السياسية، لكن ما نريده الآن هو مبادرة وطنية، مبادرة لحل يعني هذه المطالب التي طالبوا بها هؤلاء الشباب في الشارع العراقي. في هو كبيرة بين الشارع ومطالب الشارع وبين النخبة السياسية والأحزاب. دكتور سيف، دعنا في شيكاغو، واضح أن هناك هو بين الطبقة الحاكمة أو بين السلطة وبين الأحزاب وبين المطالب الشارع، ربما هذا يبدو في العراق، وبدأ كنا نتحدث عن لبنان طوال ساعة أيضا في لبنان. الحديث اليوم عن أن الشارع العربي سواء كان هناك من يتدخل فيه أو يمول أو يحاول الاستثمار أو يفرض أجندات، لكن في نهاية المطاف هناك من يقول بأن الشارع العربي شبع عن الطوق، المجتمعات العربية وفق تطور التاريخ وفق تطور الوعي أصبح من الصعب أن تحكمها بهذه ما تسمى بين قوسين الطغم الفاسدة الحاكمة. يعني في الحقيقة الشعب العربي يعيش ظروف مزرية، وبالتالي هذا يبرر كل حراك ويبرر كل المطالب،
ولكن مرة أخرى حين نتحدث عن الموضوع كموازين قوى، ولهذا أنا يعني أنا لا أريد أن أقترح حلول لأنني لست في موقع اقتراح الحلول، ولكن إذا أردنا كما قلت أن يكون المبدأ أنه يجب النظر إلى أي حراك في السياق إقليمي وفي السياق دولي، بالتالي يتوجب أن يكون الحلول، يعني لا يجب أن تكون الأمور التبسيط الهدف منه يعني إظهار أن كل شعب عربي يواجه طغمة حاكمة أو نخبة حاكمة سيئة وتستغل البلد وتعمل على النهب والسرقة. وبالتالي لو كان الأمر بهذه البساطة فإنه سيمكن إسقاط هذه النخبة بسهولة في الشارع خلال أيام وأيام بسيطة على كل الأحوال، ولكن الموضوع أكثر تعقيد. وبالتالي إذا كانت الإشكالية في السياق الإقليمي والسياق الدولي، يجب أن يكون على الأقل مشروع الحل أو الرؤية أيضا في سياق دولي وفي سياق إقليمي. ما أقصده هو كالتالي، يعني كان هناك يعني لو كان هناك مجال لاقتراح وحدة عربية، فيمكن للدول العربية أو لمجموعة من الدول العربية أن تشكل كتلة وازنة على الصعيد الإقليمي والصعيد الدولي، وبالتالي يمكن تحقيق مطالب لأنك تشكل وزن كبير. ولكن في غياب هذه الإمكانية خصوصا بسبب الظرف الذي تعيشه مصر وهي دولة أساسية، يمكننا الحديث عن أنا لا أريد أن أتحدث عن اندماج إقليمي كامل، ولكن عن نوع من التنسيق العالي جدا تحديدا بين سوريا والعراق ولبنان. يعني جزء من حلول مشاكل لبنان يمكن أن تكون بالتنسيق العالي جدا مع سوريا. لا أريد يعني أنا أتمنى أن أرى وحدة سورية لبنانية على كل الأحوال، ولكن هذا لا يمكن تجاهله ولا يجب تجاهله. العلاقات تنسيق عالية جدا بين العراق وسوريا، يمكن لها أن تخرج أو تساعد في خروج سوريا والعراق، وأتمنى مرة أخرى أن أرى وحدة سورية عراقية وليس فقط تنسيق عالي، لأن الفكرة هنا أن الاندماج الإقليمي وطبعا لاحقا هذه الكتلة العربية الوازنة يمكن لها التنسيق مع قوة إقليمية كبرى كإيران تريد إعادة إخراج من يتلاعب بالمنطقة، القوة الكبيرة التي تسمى الولايات المتحدة وتأثير حلفائها. يمكن التنسيق بين كتلة وازنة عربية ومع الجمهورية الإسلامية في إيران لتحقيق هذه الأهداف. طيب. لأن مرة أخرى الإشكالية إقليمية ويجب أن يتم النظر إليها في السياق الإقليمي. تعليق بسيط على العراق لو سمحت لي. يعني أنا لم أسمع ضيفك للأسف، ولكن جزء أساسي مما تواجهه العراق، مرة أخرى يجب النظر إلى ما يحدث في العراق في السياق الإقليمي، لأن هناك تجاهل كبير، وأنا أتابع عن قرب ما يحصل وما يتم الكتابة عنه والحديث عنه. هناك تجاهل كبير أن ما يحصل الآن هو أحد آثار العدوان والاحتلال الأمريكي والتركيبة الأمريكية في العراق. هذا من جهة، لا هذه يجب إشارة مهمة دكتور سيف، لكن اسمح لي لأنه بقي معي وقت قليل للملف، ننتقل فقط للدكتور حسين قبل أن نودعه، وننتقل أيضا للأستاذ أنيس لنأخذ رأيه. دكتور حسين علاوي، يهمنا معرفة رأيك بمستقبل حركة الاحتجاج في العراق، وأيضا كيفية التعاطي معها، سيما وأنه تبدو إجراءات الحكومة يعني أبطأ بكثير مما يرغب به الشارع. أكيد أستاذ كمال، الموضوع هو مرتبط ببرنامج الحكومة، ما الذي تريده الحكومة الآن من هذه الأزمة؟ أنا أتوقع هذه المبادرات الإصلاحية التي قدمت من قبل السيد عادل عبد المهدي كان من المفروض أن تؤطر بمئة يوم، برنامج من مئة يوم يضع به أولويات، تكون الأولويات المالية لديه منحة الطوارئ داخل الموازنة الاتحادية ممكن أن يتصرف بها ويستخدمها لتعويض الشباب الذين لا يمتلكون عمل. كذلك ما تحقق الآن، يعني هنالك مطلبين الآن تحقق بالمناسبة، مطلب المفسوخ عقودهم في القوات الأمنية بدأوا بالعودة حقيقة، ووصل العدد الآن 30,000 من أصل 108 في الدفاع، وكذلك من أصل 30,000 أو أكثر من ذلك في وزارة الداخلية. كذلك هنالك حديث عن قوات أمنية قد يكون تعود إلى العمل في جهاز مكافحة الإرهاب من العقود، أصحاب العقود المفسوخة عقودهم، وكذلك قوات الحشد الشعبي. وكذلك بالمقابل المنحة المالية تم التسجيل عليها، لكن الأعداد التي سجلت حقيقة هي أعداد كبيرة، لأن هنالك نسب من الفقر عالية جدا. أنا أتوقع الحكومة العراقية تعاني من ثلاث أزمات أساسية، هي أزمة التشغيل للموارد،
وهذه الأزمة هي كبيرة. الماكينة الحزبية أثرت بأن جلبت قيادات إدارية قائمة على الولاء أكثر من الأداء، وهذا ما لم ينتج خدمة، وقطاع الخدمات العامة قطاع ضعيف جدا. قضية الأخرى أزمة توزيع الموارد، وهذا ما جعل المجتمع العراقي الآن كأنه مجتمع طبقي، والانتقال هذا المجتمع صعب جدا من الشباب، وهذا ما جعلهم في الشارع العراقي. والقضية الأخرى والمهمة هي قضية العدالة الاجتماعية. هذه القضايا الثلاثة تؤثر في البرنامج الحكومي وتؤثر في الأداء، وهذا بالتالي ما يجعل الآن الاحتجاجات تسير بمسارين. أما الحكومة والقوى السياسية تكون مستعدة، أو أخص القوى السياسية حقيقة، أن تكون مستعدة للاستماع والتنازل إلى الشباب والتنازل إلى المجتمع والدولة والمستقبل المقبل حقيقة للعراق، وأما أنه نبقى متعنتين، وبالتالي تبقى هذه القوى الاجتماعية موجودة في الشارع لتعبر عن أصواتها بمشاركات عدة، وهذا بحقيقة ما قد يؤثر على نظام الأمن العام، لأن العراقيين منذ 27 شهرا ولغاية الآن هم استرخوا، هم عادوا إلى الحياة، لكن بالمقابل الحياة الآن عادت إلى التحدي. يعني كان أستاذ كمال على مدى 48 ساعة الناس في طوابير على المشين كريدت كارت حتى يسحبون رواتبهم لأن يخافوا أن يقطع الإنترنت. كان هنالك شراء إلى المواد الغذائية، وكأننا في حرب، يعني العراق، لكن نحن ليس في حرب. العراق نحن نحتاج إلى إدارة في أزمة إلى هذه حقيقية. الأزمة. طيب إدارة إلى هذه الأزمة. نعم، اسمح لي دكتور حسين. نعم. اسمح لي أخذ رأي الأستاذ أنيس النقاش أيضا. نعم. بهذا أيضا يقال، طبعا أنا مهتم نسمع رأيك أيضا بما قاله الضيوف، لكن يقال بأنه هذه التي تشهد الآن تظاهرات هي بيئة محور المقاومة التي تعاني من وطأة الحياة المعيشية والفقر والحرمان وإلى آخره، سواء كان بيئة المقاومة في العراق كطرف من محور المقاومة، أو بيئة المقاومة في لبنان، أو حتى في سوريا. يعني الآن الإشارة إلى أن بيئة المقاومة حقيقة هي من تعاني من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي التظاهر. اسمح لي على السريع، في مشكلتين في العراق. أولا لبنان هذا البلد كان عنده نفايات سياسية يكبها على المنطقة، وهذا مش بس كلامي. ساتلوف لما كتب عن الفوضى الخلاقة قال لبنان في 1، 2، 3، 10 نقاط كلها سيئة، إذا استعملناها بنرميها على المنطقة. واحدة منها كيف تضرب الشعب في وطن واحد بأن تحوله إلى مكونات مذهبية وطائفية وعرقية. هذا اللي بلبنان ركب نظام الطائفي. نعم. فالبلد اللي اسمه عراق وشعب عراقي تحول إلى بعقله كي الوعي على أنه أنتم مكونات ولستم شعبا واحد، وليست شعب واحد. المكونات تنسحب على الأحزاب السياسية، فتصبح البلد هي تناتش حصص للمكونات بالأحزاب السياسية، وليس وطن واحد. الحزب السياسي يأتي ويفكر إلى كل العراق، ما في حزب اليوم بالعراق عم يفكر إلى كل العراق. الكردي بمنطقته حزبين بده كمان يتناتش كمكونات كردية اثنين بين برزان وطالباني، وفي المناطق العربية ما بين سنة وشيعة، وهذا المنطق هو بالفعل حتى منطق داخل البيت الشيعي وداخل البيت منطق السنة. عشائري بيسحب بعضه. ثم الفرصة الذهبية أمام وحدة الشعب العراقي من أجل إعادة بناء وعي جمعي للعراقيين. متى يبنى؟ يبنى بمفهوم وطني جامع عندما يكون لديك عدو خارجي. القوى الحاكمة اليوم في العراق ليست مقاومة. اليوم اللي عم تقول لي هي بيئة مقاومة، هذا الشعب هو مقاوم، هو عم يتحمل الظلم من أيام صدام حتى اليوم، ولكن الأحزاب التي حكمت والتي تتناتش الحصص في العراق لم تقاوم الاحتلال الأمريكي، بل أفتت لنا في العالم الإسلامي كله على أن الاحتلال والتعاون مع الاحتلال ممكن أن يأتي بخير لهذا الشعب. يعني بشير جميل اللبناني موجود في العراق مستنسخ عراقي، كما موجود في دول عربية تانية عملت كام ديفيد، أنه تعاون مع العدو بيجيك الخير. هذه مصيبة أخرى تحولت في الدستور. الدستور العراقي اليوم لديه مصيبة كبيرة، إذا بده يتحرك بشكل يحارب الفساد بده يحجم القوى اللي عم تتناتش، بأنه مش القوى الحزبية اللي قاعدة مثل العشائر جوا كل واحد اللي شعصتي. نفس الفيلم اللي عندنا بلبنان، نفس القصة. فإذا تريد إعادة بناء الوعي أولا لوطنية عراقية تجاه عدو معين، ثانيا إعادة بناء المشهد السياسي ليس على أسس الحصص والأحزاب المقسمة،
وما بهمك يكون كله البيت الشيعي. تتذكر قصة البيت الشيعي؟ شو البيت قبل الشيعي؟ قبل الانتخابات. ما شو الانتخابات؟ أيام عم يبنوا العملية السياسية. نعم. شو يعني بيت شيعي؟ يعني لما تعمل بيت شيعي بالعراق ما بده يطلع لك بيت سني؟ والبيت الشيعي في العراق لما بده يتناتش الغرف ما بده يصير في صراع على الغرف؟ هذا كله خارج المفهوم الوطني، كله خارج مفهوم الخدمة العامة لكل الشعوب. يعني أنت تشير هون أستاذ أنيس إلى وصفة أمريكية هي التي أنزلت، هي التي عملت لهم الدستور، أدت إلى 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 ما نراه اليوم. عملوا استفتاء على دستور، هو دستور بريمر. ما حدا يقول أنه والله علماء الدين اللي بحثوه، لا لا، اليوم في عندهم صراع بين علماء الدين أنه أصلا في مشاكل فقهية في هذا الدستور. فإذا لإعادة بناء هذا الوعي، أنا أقولها بجملة جدا بسيطة لأنه التنظير عن هذا الموضوع والمشروع بده ساعات أستاذ كمال. صحيح. إن لم يتوضأ العراقيون عرب وكرد سنة وشيعة وبكل طوائفهم بالدم الأمريكي، لن تقوم قائمة للعراق، لن تقوم قائمة للعراق. طب بدك تبني وعي وطني جامع ضد عدو خارجي يعرفوا أن الذي أتاهم بهذه المصيبة من أيام ما حركوا صدام بحربه على العراق، من أيام ما تركوه يفوت على الكويت ليعودوا يضربوا، كانوا طمعانين بنفط العراق، من يوم ما بريمر إجا حل الجيش العراقي وبنى دولة عراقية تأكل مال السحت، عم بيأكلوا كله مال حرام من المسؤولين، ولما يأكل مال الحرام ما حدا يقول لي بضل في مخ، ما حدا يقول لي عنده إيمان، ما حدا يقول لي في عنده دين. مال الحرام يذهب كل ذلك عنك. طيب. حتى لو مشيت كل يوم عند الحسين وكل يوم عم تزور. اسمح لي أختم مع الدكتور كمال. 17 مليون بالأربعينية بزوروا الحسين. أعطيني مليون على قلب واحد العالم كله يتغير دكتور. ولذلك العراق يحتاج إلى أن يتوضأ بدماء الأمريكان ويعرف أنه عدوه الأمريكي ويخرجه بأقصى سرعة. تبنى الوطنية العراقية وتبنى العراق الموحد، عندها تأتي أحزاب تتنافس على السياسة. نعم. مش على التناتوش. اسمح لي أختم مع الدكتور حسين علوي هذا الملف وهذا العنوان المتعلق بالعراق. دكتور حسين، أيضا مخاطر تدهور الوضع، ما هي السيناريوهات المحتملة؟ أكيد المخاطر هي أن يكون هنالك احتكاكات وصدامات بين تيارات سياسية. نحن نخاف من هذا الموضوع حقيقة هنا وقلقون من هذا الموضوع، لكن من المبكر الحديث عن هذا الموضوع. طبعا ما زالت القوة الأمنية هي قوة ماسكة للأرض، ما زال الجيش العراقي جيد، ما زالت الأجهزة الأمنية والاستخبارية فاعلة، لكن بالمقابل نحتاج حقيقة، وهذا ما فقدناه هنا نحن في العراق، لا قيادات اجتماعية، قيادات عقلانية، تشغيل للماكينة الحزبية بصورة صحيحة وسليمة بحيث تنتج مبادرات وطنية، هذه المبادرات تحل الأزمات. يعني تاريخ العراق حقيقة في العهد الملكي هناك من السياسيين المهمين الذين كانوا في العراق وأعطوا كجعفر أبو التمن والشبيبي وغيرهم حقيقة عندما كانوا في البرلمان يذهبون ينتجون حلول لأزمات المجتمع، لكن للأسف الآن حقيقة هذه النخبة قليلة جدا الآن موجودة، أصواتها حقيقة قد تكون الآن ضعيفة، ولكن عليها أن تتعالى من أجل الإجماع وتحقيق الإجماع مع المترددين من أجل تكوين كتلة قوية داخل البرلمان لحل هذه الأزمة التي ينادي بها الشباب العراقيين في هذه المناطق الكريمة التي هم عانوا من مشاكل الفقر. والإمام علي سلام الله عليه يقول الفقر لو كان رجل لقتلته. هذه الحكومات حقيقة هي قريبة على قوى الإسلام السياسي، كان لابد أن تقتدي بقول الإمام حقيقة لكي نقضي على الفقر في العراق. لا يمكن أن اليوم خرجت مرأة تقول إن ابني استشهد في التظاهرات، ولكن اجعلوه قربانا واجعلوا لي راتبا حتى ادفع الايجار الى منزلي. نعم. حقيقه هذا موضوع مؤلم في الجسد العراقي، مؤلم في الذهنيه العراقيه، نحتاج الى تغيير صحيح وسليم، ما زلنا نتمسك بالطريق الدستوري لانه هو الطريق الامثل للحفاظ على النظام العام والابتعاد عن الفوضى. يعني المشكله في عمليه التغيير التي حصلت في البلدان، مثلا مثل العراق حصل تغيير بالغزو الامريكي، ولكن جاءت حكومه يعني زادت نسبة الفساد في عملية التغيير التي حصلت في بعض البلدان. ماذا يفعل الأمريكي في بلد عربي؟ يعمله جنة؟ هذا الذي يفعله الأمريكي، يدمره، يكوي وعي الشعب، يكوي وعي الأحزاب، يعمله دستور على طريقة التفجر المستمر. طيب أستاذ أنيس، دكتور حسين علاوي،
رئيس مركز أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية من بغداد. أشكرك جزيل الشكر أستاذ أنيس. دكتور سيف تبقيان معي لنفتح العنوان الأخير في مسائية الليلة الاستثنائية على مدار ساعتين، الذي يتعلق وهو يتعلق ببوليفيا والأزمة هناك، بعد الفاصل مباشرة. مجددا حياكم الله. دعا الرئيس البوليفي الفائز في الانتخابات الرئاسية إيفو موراليس دول العالم إلى احترام الدستور البوليفي، كما تطالب تلك الدول طالبها باحترام قوانينها، معتبرا أن المعارضة تعمل على الضغط ومحاولة تخويف المحكمة الانتخابية العليا للدعوة إلى جولة ثانية. لقد فزنا في الجولة الأولى، ليست هناك حاجة لجولة ثانية. المعارضة يجب أن تحترم الدستور ويجب أن تقبل. أنا متأكد من أنهم يريدون الضغط ومحاولة تخويف المحكمة الانتخابية العليا للدعوة إلى جولة ثانية. يجب أن ينتهي الإضراب ويجب أن نعمل معا من أجل رفاهية بوليفيا. لا أستطيع أن أصدق أن لجنة منظمة الدول الأمريكية تريد انقلابا. يجب أن يحترموا دستورنا كما نحترم قواعد الدول الأخرى. الإعلان عن فوز موراليس بالانتخابات التي جرت الأحد الماضي أحدث مفاجأة في بوليفيا وخارجها. هذا تقرير لهبة محمود. تزداد لهجة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أمريكية اللاتينية تصعيدا ضد الرئيس البوليفي إيفو موراليس الذي أعيد انتخابه من الدورة الأولى، مطالبة بتنظيم دورة ثانية أو مهددة بعدم الاعتراف به، فيما اعتبرت منظمة الدول الأمريكية التي تتخذ من واشنطن مركزا لها هذه النتائج غير شرعية، وهو ما ترفضه حكومة لاباز. حتى اليوم لم يقدم أي من المرشحين دليلا يثبت الاحتيال المفترض، بل على العكس لقد دعوا إلى الاحتجاجات وسلب المؤسسات وحرق مكاتب الإدارات ومحاكم الانتخابات واضطهاد السلطات الانتخابية وعدم السماح بإجراء فرز نهائي للأصوات. نسأل أنفسنا، ما الغرض من حرق صناديق الاقتراع؟ وما هو السبب وراء تدمير مكاتب محاكم الانتخابات في الدوائر؟ نحن نعتقد اعتقادا راسخا أن الديمقراطيين الحقيقيين لا يمكنهم تشجيع ورعاية التخريب والترهيب. دول عديدة هنأت موراليس بفوزه ككوبا وفنزويلا والمكسيك. ويرى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن ما يحدث في بوليفيا هو محاولة انقلابية. المرشح المنافس لم يتقبل الخسارة، وشدد الخصم المعارض كارلوس ميسا على تهمة التزوير. على البوليفيين مواصلة التعبئة، ما جرى تزوير تام ومخزن. سنواصل احتجاجاتنا إلى أن تتخذ السلطات قرارا بإجراء جولة ثانية من التصويت. أفضل خيار سيكون تنظيم دورة ثانية وإعادة الثقة والتأكد من احترام الخيار الديمقراطي للشعب البوليفي. المحكمة الانتخابية أوضحت ما هو الخيار الشعبي، كاشفة أن موراليس حصل على نحو 47% من الأصوات مقابل ميسا الذي حصد تقريبا 36%، ليحظى موراليس بولاية جديدة. دكتور سيف، دعنا في شيكاغو، كيف يمكن تقييم ما يجري في بوليفيا؟ يعني بكلمة واحدة، ما يحدث في بوليفيا هو محاولة انقلابية، ومحاولة طبعا بقيادة أمريكية بالتأكيد وبمشاركة أوروبية فعالة، ومحاولة لإعادة إنتاج الأزمة التي قادوها وأسسوا لها في فنزويلا مرة أخرى في بوليفيا. بسبب وطبعا الشعب البوليفي لم ينتخب إيفو موراليس لأن إيفو موراليس متحدث جيد، مع أنه متحدث جيد على كل الأحوال ومثقف من طراز رفيع، ولكن لأنه على مدى حكمه الناس بدأت تشعر بتغيير في طريقة حياتها وفي دخلها، وأن هناك تنمية. يعني أول ما قام به الرئيس إيفو موراليس، ولهذا تكرهه أمريكا، هو قام بتعميم الغاز في فنزويلا التي كانت تسيطر عليه الشركات الأمريكية. ولكن السياق الأوسع هو أيضا هو سياق أمريكا اللاتينية. يعني نحن نشهد احتجاجات في الإكوادور، هناك انتخابات قادمة قريبا في الأرجنتين، يبدو أن اليسار أيضا
سينجح فيها حسب الارقام التي تاتي من الارجنتين. هناك ازمه في تشيلي تقودها النقابات واحتجاجات في تشيلي ضد النظام الامريكي تقودها النقابات واحتجاجات اجتماعيه اساسا. اذا هناك ازمه لدى الولايات المتحده في كل امريكا اللاتينيه تقريبا، وحلفاؤها يخسرون، وبالتالي لا يوجد طريقة أخرى لمواجهة هذه الخسارة في داخل أمريكا اللاتينية إلا عبر الانقلابات. يبدو أن الانقلابات العسكرية التي رأيناها في تشيلي في 1970 ضد الرئيس سلفادور أليندي غير ممكنة الآن، ولكن ما يحدث بحرب بكلمة واحدة، محاولة انقلابية أو جملتين، ومحاولة لإعادة إنتاج الأزمة التي قادوها. شاهدنا ذلك دكتور سيف في فنزويلا، يعني في جرت محاولة انقلابية وجرت محاولة اغتيال أيضا. بالتأكيد، ولذلك قلت أنه ما حدث هو محاولة لإعادة إنتاج النموذج، لأنه لا يمكن أن ينجحوا في صناديق الاقتراع. الناس في فنزويلا والناس في بوليفيا وفي أكثر من بلد في أمريكا اللاتينية، ولكن تحديدا في بوليفيا وفنزويلا، يرون تبعات اختيارهم لهذا الحاكم لهذا النظام في أكلهم اليومي وفي أجورهم وفي الصحة وفي الصحة وفي التعليم وفي كل شيء. وهذا ما رأيناه في فنزويلا، على الأقل في فنزويلا. يعني كان شعار رئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز أنه كان يجب توفير حليب، كأس حليب لكل طفل في فنزويلا، وهو ما لا تريده أمريكا. أمريكا تعتقد أن الحليب يجب أن يتوفر فقط للأطفال الأمريكيين، وعلى حساب أطفال فنزويلا وعلى حساب أطفال بوليفيا. وكما قلت، السياسات الاقتصادية والسياسات حتى الخارجية لبوليفيا كما فنزويلا هي في خط مناقض ومعارض للولايات المتحدة وللاتجاهات الأوروبية. يعني هم مناصرين قويين جدا للقضية الفلسطينية، لكن الأداء وللقضايا العربية الأداء رديء. يعني إذا أردنا الآن أن نقيس ما يجري أو ما يخطط لبوليفيا قياسا بما جرى في فنزويلا، الأداء رديء للغاية. ويعني الولايات المتحدة الأمريكية تصرفت بسذاجة، يعني يبدو بفنزويلا حسب بعض التقديرات. يعني الولايات المتحدة كانت تراهن أن التلويح باستخدام القوة وزيادة العقوبات أنها يمكن أن تأتي تضغط على الناس باتجاه إسقاط الرئيس مادورو، ولكن في هذه اللحظة ما يجري هو استخدام أدوات تقليدية للأسف. منظمة الدول الأمريكية، هناك محاولة لاستثمار الدور والتأثير الذي تلعبه الكنيسة الكاثوليكية، وهذه في الحقيقة أدوات نفوذ أمريكية في بوليفيا للأسف وفي أمريكا اللاتينية كلها. ولهذا نرى، وحتى مؤخرا، يعني آخر تصريح جاء من الأمين العام للأمم المتحدة، رغم أن هناك لجنة، المحكمة هي التي تراقب الانتخابات، هناك لجنة من منظمة الدول الأمريكية تراقب الانتخابات، ولم يتم تقديم دليل واحد على التزوير في الانتخابات، إلا أننا نرى الآن تصريح للأمين العام للأمم المتحدة، وهي مرة أخرى منطقة نفوذ أمريكي، يطالب بإعادة فرز الأصوات، وهو قضية على كل الأحوال لم يرفضها الرئيس موراليس، ولكن الهدف ليس إعادة فرز الأصوات هنا، الهدف مرة أخرى إثارة القلاقل ومحاولة الوصول إلى مرحلة الانقلاب في فنزويلا في بوليفيا على الرئيس إيفا موراليس، والنظام الذي أسس له الرئيس إيفا موراليس تحديدا في المجال الاجتماعي والاقتصادي، أنه لا يوجد سياسات نيوليبرالية، هم لا يتعاطون مع البنك الدولي، وأيضا سياساتهم الخارجية تقلقهم. ونموذج بوليفيا ونموذج فنزويلا أصبح يشكل خطر في أمريكا اللاتينية حين يقارن الناس في تشيلي أو في الإكوادور مؤخرا، وحتى في الأرجنتين كما قلت. الانتخابات في الأرجنتين قد تذهب لليسار بناء على ما يرونه يتحقق في فنزويلا وما يتحقق في بوليفيا. أستاذ أنيس النقاش، علاقة ما يجري في بوليفيا وما جرى سابقا أيضا في فنزويلا، لا تزال يعني الضغط على فنزويلا مستمر، بما يجري هنا في الشرق الأوسط، في لبنان، في العراق، في أكثر من دولة، هل تعتقد أنه في مايسترو، في سياسات، في استراتيجيات تعتمد إسقاط أنظمة معينة، إحداث فوضى في بعض البلدان؟ يعني هل نتحدث عن رابط بين ما يجري في أمريكا اللاتينية وما يجري في الشرق الأوسط؟ ما يجب أن نعتقد أو نفكر، الوثائق كلها تدل على ذلك. الأمريكي ما بيخبي خططه، يعني عندما يقول يجب أن نحافظ على السوبريماسي الأمريكية، السيطرة الأمريكية في العالم،
يجب أن يسيطر على الحكومات في أمريكا اللاتينية، على الحكومات في الشرق الأوسط. عندما يقول ما هي أدواتي من أجل هذه السيطرة، لم يعد فقط التدخل العسكري والحرب العسكرية التي فشلت في أفغانستان والعراق والانقلابات العسكرية التي أصبحت موضة قديمة. فشو قال؟ public diplomacy، نعمل منظمات غير حكومية، منأسس إلى أحزاب، منمول أحزاب يمينية، منحاول ندخل الانتخابات وندعمها بحملات إعلامية من برا، شركات إعلانات، شركات بتعلم العالم كيف بيتصرفوا، ومنخلق رأي عام من أجل أن نصل إلى النتائج اللي تمنين. وعندما نفشل في الانتخابات لدينا آلة إعلامية ضخمة، ونقول للناس أنه صار في تزوير، منحرك ناس بالأمم المتحدة وبنتحرك بإعلامنا وبنضغط على الدولة ومنحصرها اقتصاديا. يعني يا بدي أوصل بالحلال يا بدي أوصل بالحرام، بدي أوصل بكل وسيلة من أجل السيطرة على هذه البلدان. ولذلك أنا أقول أي إنسان بده يعمل في أي قطر في العالم يجب أن يدرس تجربة العالم وكيف تخطط الإمبريالية. كلمة مايسترو الواحد فكر أنه عم يفتش لنا على شيء واحد مخفي أو مؤامرة، لا لا، في قائد قطار اسمه الولايات المتحدة، هي الإمبريالية العالمية تريد أن تسيطر علنا. بتقول ما في دراسة أنا يا أخ كمال بمسكها من الأمن القومي الأمريكي إلا تبدأ بديباجة كيف نحافظ على السيطرة والهيمنة الأمريكية في العالم وحفظ مصالح الولايات المتحدة، نقطة. ثم بيبدي لك بقى بالأساليب وبالخطأ. وبالتالي هذه الإمبراطورية تريد أن تسيطر، هي تلعب دور القاطرة وأنت مقطور. هلا بيجي بحطك بالدرجه الثالثه، بالدرجه الثانيه، بالدرجه الاولى، بتلعب بامنك، هذا كله تفاصيل. علينا ان ندرس كيف يتعاملون مع شعوب الاخرى. هذا بوجه نداء للحركات الاسلاميه يلي بتفكر انه هي قادره تتعامل بالسياسه مع الامبرياليه الامريكيه وتحافظ على عذريتها الاسلاميه. بلي يستركن على هيك اسلام اذا بده يكون اسلام سياسي امريكي لا يعرف شو هو جوهر الإسلام والعدالة الإنسانية. شكرا. بأن يكون بالقاطرة الثالثة، المقطورة الثالثة، مع قاطرة أمريكية. أشكرك جزيل الشكر أستاذ أنيس النقاش، منسق شبكة أمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية، لحضورك هنا في الاستوديو. دكتور سيف دعنا، أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة ويسكونسن من شيكاغو، أشكرك أيضا جزيل الشكر، وهذه المسائية الاستثنائية على مدار ساعتين لهذا اليوم انتهت، وفي ختامها تذكير بالعناوين. اليوم هذا الحراك بنشاطه اليومي، بشعاراته، بمواقفه، باللي عم يصدر عنه، لم يعد حركة شعبية عفوية. سيد نصر الله يؤكد أن معظم الحراك لم يعد عفويا وله قيادة غير معلنة، ويدعو جمهور المقاومة إلى مغادرة الساحات. نحن منفتحين على أي نقاش، والنقاش مع فخامة الرئيس، لكن ليس على قاعدة الذهاب إلى فراغ أي شكل من أشكال الفراغ. الفراغ سيكون قاتلا. ويؤكد أن لبنان دخل دائرة الاستهداف الدولي والإقليمي، وهناك مساع لجره إلى حرب أهلية. 30 قتيلا في تظاهرات العراق، والمرجعية تحذر من الفوضى وتحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية. المحكمة العليا للانتخابات تعلن فوز إيفو موراليس بالرئاسة في بوليفيا، ومنافسه يدعو أنصاره إلى التظاهر على وقع تصعيد الضغوط الأمريكية والأوروبية على لاباز. لمزيد من الأخبار على صفحة الميادين في الإنترنت الميادين.net، وباللغة الإسبانية اسبانول.الميادين.net. إلى اللقاء.